كان هذا النشيد الوطني قبل افتتاح مباراة النهاية، مباراة كأس العرش التي ستجمع بين فريق الجيش الملكي والاتحاد الرياضي. كما سبق وقدمنا فهي نهاية كأس العرش لموسم 2015-2016، نهاية كأس العرش الكرة الطائرة من مدينة أسفي من القاعة المغطاة، هذه القاعة التي عاشت اليوم على إيقاع الكرة الطائرة منذ الصباح بجميع الفئات ديالها، فشهدت جميع مباريات النهاية من الصغار للفتيات للفتيان للسيدات للشبان، أيضا مباراة مرت قبل قليل بين واحد فيجيك والرشيدية متوج فيها فريق واحد فيجيك بصعوبة 3 ديال الجولات مقابل جولتين، وكذلك نفس النتيجة توج بها فريق الاتحاد الرياضي سيدات على حساب فريق الجيش الملكي. على أين مجموعة من النتائج غادي نرجعوا نتحدثوا عليها خلال هذه المباراة، المباراة التي ستنطلق قبل بعد قليل او بعد لحظات الجيش الملكي والاتحاد الرياضي، والبداية مع فريق الجيش الملكي اللي هنا التشكيله ديالو عندنا اللاعب رقم واحد عطاطا يوسف، رقم جوج فيزيد هشام، رقم ثلاثه العلوي احمد، رقم اربعه مسكالي نوفل، رقم خمسه شيشا ماساكو كالوندا يانيك، رقم سته زوكر عزيز، رقم سبعه الزرقي ابراهيم، رقم ثمانيه أشطبي حسن، رقم سعود تكناريت زكريا، رقم 10 زناتي محمد، رقم 11 رزاني فرح، رقم 12 العسري توفيق، رقم 13 ولي كمال، رقم 14 سوسي عبد الرحيم، والمدرب هو عقيل عمر. التقديم المباراة اليوم كان تقديم المباراة الفريق الثاني على الشكل التالي، رقم 12 اللي هو فريق الاتحاد الرياضي، رقم 12 وليد مهدي، رقم 11 بوخروس محسن، رقم 7 اسكرون حمزة، رقم 10 تدري زهير، رقم 6 أغربي حمزة، رقم 8 بيرما سعيد، رقم 1 القراوي زهير، رقم 9 مغروف مغفور حمزة، رقم 13 رضا حجام، رقم 2 حجام مهدي، رقم 3 عمري كريم، رقم 4 الوافي حمزة، والمدرب هو تواتي محمد والمساعد ديالو هو بنياماني محمد. أيضا كانت هذه هي لائحة الفريقين. يرافقني خلال التحليل والتعليق على هذه أطوار هذه المباراة سي عبد الحق التلماني المدير الإداري للجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة وكذلك إطار ولاعب سابق. شكرا لك على قبولك مرافقتنا في لتحليل أطوار هذه المباراة سي عبد الحق. شكرا للأخت سهام وشكرا لقناة الرياضية اللي كتابع الأنشطة الرياضية ديال الجامعة الملكية للكرة الطائرة وبالخصوص نهائيات كأس العرش اللي كنعيشوها في الحفل الرياضي الكبير هنا في مدينة أسفي. كما لاحظ المشجعين والمتابعين لكرة الطائرة اليوم كان يوم حافل بالنهائيات، خمسة ديال المقابلات النهائية، واليوم والآن كنتابعوا المقابلة النهائية ديال الكبار ما بين فريق الجيش الملكي وفريق الاتحاد الرياضي. الاتحاد الرياضي اللي فاز اكيد في باش يوصل للنهائي على حساب فريق اتحاد طنجة، واليوم نهائي بملامح اخرى بعد اربعه ديال السنوات ما شفناش بحال هذا النهائي. دائما كنا كنشوفوا فريقين اعتدنا نشوفوهم، فريق اتحاد طنجة فريق الجيش الملكي، اليوم كنشوفوا فريق الاتحاد الرياضي الذي يعود للاضواء ويعود للنهائيات. وتحيه لفريق الاتحاد الرياضي الذي قرع بفارق 3 نقاط فقط وتمكن من الوصول للنهائي. طبعا المقابله اللي كانت ديال الاستبيايه كانت مقابله شيقه بواحد الشكل كبير، انه الفريقين كل الفريق كيفوز بثلاث جولات لصفر، وفي الاخر كيكون الاحتكام بالنقاط وتيتمكن فريق الاتحاد الرياضي من الفوز والصعود للمقابله النهائيه. فريق الجيش الملكي بعد اربع سنوات على التوالي كيتواجد الان المقابله النهائيه لتاكيد الصداره ديالو
الزعامه ديال بطوله اولياء كاس العرش. نعم. بعد المواسم ديال 2011 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2015. نعم. هذا شيء جميل. جميل. لابد ان الاشاره ان اللي سيقودوا هذه المباراه هما الحكمين عزيز احمد وكذلك مسامح. نعم. مسامح عبد الرؤوف. نعم عبد الرؤوف مسامح. نعم نعم. هادو حكمين دوليين. حكمين دوليين اللي فايت لهم خداو العاتقهم تسير او تسير مجموعه من النهائيات الصعيد الوطني وكذلك الصعيد الافريقي. نعم. هادي انت وقعت المباراه نقطتين مقابل نقطه واحده لصالح فريق الاتحاد الرياضي، فريق الاتحاد الرياضي بنجومه وفريق الجيش الملكي بنجومه. طبعا شيء جميل وانك نشوف اليوم واحد المقابله ما بين فريق ديال الجيش الملكي اللي عنده واحد التجربه كبيره في هذه النهائيات وبحكم الفوز ديالو ديال اربعه ديال النهائيات على التوالي، وفريق الاتحاد الرياضي اللي كيقلب من جديد كيرجع للواجهه وكيرجع بعناصر شابه. الا كنا كنشوفوا ان السن ديال اللاعبين ديال فريق الاتحاد الرياضي هو 21 سنه. نعم. فهذا شيء جميل، هذا كيبشر بالخير، كيبشر بالخير للكره الطائره الوطنيه. نعم اكيد انه كيبشر بالخير، وحنا كنعرفوا ان فريق الاتحاد الرياضي فهو تاريخ وتاريخه عريق وغني على التعريف، فهو كان دائما متميز في الرياضات الجماعيه يعني لا بالنسبه لكره الطائره كره السله وكذلك كره اليد، ففريق الاتحاد الرياضي دائما كان متميز. اليوم كنشوفوه شيء جميل اننا نشوفوه كيرجع للنهائيات بالنجوم ديالو وكذلك كيواجه فريق ماشي سهل، لان فريق اعتاد على النهائيات واعتاد على الالقاب واعتاد على الكؤوس. إذا كان شوفوا الفريق ديال الاتحاد الرياضي اليوم كان جاب ثلاثة ديال الفرق كيمثلوه، يعني فريق ديال الفتيان وتمكن من الفوز بنهاية كأس العرش على فريق ديال اتحاد طنجة، كنلقاو أن الفتيات كذلك تمكنوا من الفوز على فريق الجيش الملكي فيما يخص الكبيرات. هذا كيعني إلا أنه المدرسة ديال الاتحاد الرياضي هي مدرسة قوية بالأطر ديالها. نعم. مدرسة قوية بالمكونين بالسياسة ديالها بالبيداغوجية ديالها. بالبيداغوجية ديالها، وهذا شيء جميل كيفرح. فريق الجيش الملكي كذلك فهو ما يخفاش علينا ان فريق الجيش الملكي كان ما بين اعتد الفروق على الصعيد. نعم. الوطني. هناك حتى فريق الجيش الملكي عنده نجوم وعنده لاعبين شباب ايضا اللي يمكن نتحدثوا عليهم، مثلا عطاطا يوسف هو فريق لاعب شاب، وكلنا كنذكروا المستوى الجيد اللي كان قام به في قلعه صغرنا بعد الخروج او الاصابه ديال يانيك، فكان قام باداء جيد وامتع وغطى يعني الفراغ او غطى المكان ديال يانيك على احسن وجه. قبل من هذا اللاعب عطاطا كل المغاربه كيذكروا البطوله العربيه اللي كانت في مدينه سلا واللي كان مع الفريق ديال الفتيان. نعم. هذا الموسم مع الفريق ديال الشبان مع فريق الجيش الملكي كذلك كيتمكن من الفوز من الوصول للمقابله النهائيه ديال البطوله الوطنيه. نعم. يعني عطاطا ما بين خيره اللاعبين اللي عندهم مستقبل زاهر في كره الطائره الصعيد الوطني. نعم. هناك ايضا كنتحدثوا على فيزيد، كنتحدثوا على مسكالي، كنتحدثوا على الاسري، كنتحدثوا على العلوي، فهم لاعبين المنتخب الوطني من هذه الجهه. من الجهه الاخرى نتحدث عن زهير القراوي. نعم. كنتحدثوا على اسماء. اسماء فزهير القراوي جميل ربما ما بين جميل جدا، ما تحدثوش على هذا الصد. نعم صد جميل، حتى القامة ديال اللاعبين ديال الاتحاد الرياضي، شوف تسمع معي كيفاش اللاعبين كيعملوا واحد الصد عظيم يعني كبير ضد اللاعب الاجنبي. نعم. هذا كيبشر الحوايج اللي هما غادي نشوف كرة طائرة وطنية جاية عما قريب، لأنهم كاين حوايجات اللي غادي نتكلموا عليهم خلال هذه المقابلة هذه على السياسة ديال المتابعة من طرف الجامعة فيما يخص التشبيب فيما يخص كما كنقولوا نشر اللعبة. الأخت سهام إذا سمحتي لي بالمناسبة ملي كنشوفوا الفرق اللي شاركوا في هذه النهائيات اليوم، فرق اللي كتنتمي للمجموعة للتراب المملكة، هناك راشدية، هناك فيكيك، هناك قلعة صراغنا، الدار البيضاء، قلعة صراغنا، يعني اتحاد طنجة، اتحاد طنجة، مدينة الرباط. هذا شيء جميل، وهذا زعما اللي كنقولوا أنه الكرة الطائرة الحمد لله هي كرة الطائرة بخير وعلى خير ونتسناوها عما قريب. الإرسال للعسري
هنا غنشوفوا يعني شنو ممكن النتيجة تحمل معها. فالآن عندنا أكيد أننا كنتحدثوا على فريق نقطة بداية الجولة يا يعني الشيء الكثير والحديث القراوي دائما هو من يعمل الفارق اكيد انه حتى في المنتخب الوطني كان يشير ويعمل الفارق. ملي كيكون عندك ملي الموسي عنده واحد اللاعب مثل القراوي فلانين دافون يعني في الخط الامامي ديال الشبكه فما عليه الا يعطيه الكره لانه خصو يربح له النقاط ديالو خصو يجيب النقاط ديالو وهذا اللي كيوقع لك لحظه دابا تقريبا في فريق الاتحاد الرياضي. ما نساوش نذكروا انه هذه البدايه المقابله وبدايه المقابله كتكون جس النبض الا ما لاحظنا دابا تقريبا كاين سبعه ديال سبعه سته فالنقاط متقاربه الشيء اللي كيجعل انه المدربين يلاه كيشوفوا ما هي نقاط الضعف والنقاط القوه ديال الفريق الخصم باش يقدروا ينطلقوا في المقابله. الان باقي ما انطلقناش في المقابله وكنشوفوا انه هجومات مرتده ما بين الفريقين وكل فريق يحاول نقطة هذه بالضبط 8.5 لفريق الاتحاد الرياضي والارسال هناك طموح هنا يعني وقت ميت هذا الوقت ميت تقني وقت مستقطع تقني اللي كيفرضوا اللعبه الان في النقطه 8 والنقطه 16 نقطه 16 هذا هو نعم اكيد اننا كنتحدثوا اليوم على نهائي وعلى مدينه اسفي اللي كانت اليوم مدينه الكره الطائره بامتياز. فنذكروا بنتائج اليوم نتائج الصغار فئه الصغار كانت قلعه صغرنا مع درب السلطان وكنت تتالق فيها درب السلطان. بالنسبه للفتيان اتحاد طنجه مع الاتحاد الرياضي وتالق في الاتحاد الرياضي. بالنسبه ايضا اتحاد طنجه شارك بفئه الفتيات امام درب السلطان وتفوق درب السلطان. السنيور السنيور دام الكبيرات الجيش الملكي مع الاتحاد الرياضي ويتالق الاتحاد الرياضي. فاليوم عاوتاني شفنا قبل قليل مباراه واحد ديال فيديك الشبان واحد في جيج مع الرشيدية نادي الرياضات الرشيدية الرياضات المتعددة الرشيدية. فأكيد أن هناك كرة طائرة في كل بقاع المملكة وهذا شيء يشرف. وهنا كنت حتى على من جهة أخرى هناك يعني أندية اللي كنا كنقولوا أنهم أندية مستهلكة فقط كتستهلك فقط على مستوى فريق الكبار وهنا نذكر منهم اتحاد طنجة. لكن الآن ملي كنشوفوا بلا هو عند مشارك بفئة الفتيان والفتيات فهنا ينخرط هو الآخر في التكوين وفي أيضا لا فورماسيون ولا ان كلوب فورماتور شأنه شأن درب السلطان. طبعا كنا واقفين كنشوفوا الفرق اللي عتيدة والفرق اللي عندها مادة اللي كانت كان الجيش الملكي فريق اتحاد طنجة فريق الفتح الرباطي فريق الاتحاد الرياضي. الآن كنشوفوا بأن هناك فرق رغم الامكانيات اللي هي ما تفراش كبيره بزاف ولكن اللي ولات كتعملها الف حساب وحساب انها ولات كتنافس الفرق الكبرى. الا شفنا فريق ديال واحد في فيك اللي هو جاي وفاز بكاس العرش للموسيقى واحد في فيك لعب النهائيات ديال البطوله الوطنيه ولكن ما تمكنش من لعب من وحتى المرتبه الثالثه في البطوله. كذلك فريق الرشيدية اللي حضر وعنده فريق ديال الإناث فريق ديال الكبار كان في الكاس الوطني الأول وفرق صغرى. هذا ما كي يعني أن فرق كاينة كتعمل بواحد في الخفاء كتعمل ودابا المنتوج ديالها ولا كيبان. نعم أكيد ولا كيبان على مستوى الفئات الصغرى وغدا أكيد أن هادو هما الثمار اللي غادي يجنيوها غدا على المدى المتوسط والبعيد على مستوى الفرق الكبرى. حنا ما نساوش أنه فريق ديال مستقبل ولا متدرب درب السلطان اللي حصل على الازدواجية بالنسبة للفئة ديال الصغار وكذلك الفتيات. فهاد الفئتين بجوج تمكن الفريق باش ياخذ بطولة البطولة والكأس. البطولة والكأس طبعا. تحية لكل هذه الأندية اللي هي صغيرة ربما بالاسم لكنها كبيرة لأنها كتعمل عمل جبار على مستوى القاعدة. نعود للمباراة والكرة من جهة لأخرى عند المسكالي يرتقي لكنها تعود ونقطة لفريق الاتحاد الرياضي 11 مقابل 8. صد جميل ديال فريق الاتحاد الرياضي وال11 مقابل 8. فاحنا كنتحدثوا على لاعبين يعني في طول القامه ديالهم يعني كنتحدثوا على زهير القلاوي كنتحدثوا على مهدي حجام حتى هو لاعب يعني هو اللي نفذ الارسال. وهنا نقدروا ندير واحد الملاحظه ان فريق الاتحاد الرياضي ما عندوش حتى
الكابي. نعم، فهذا كنرجع انه التكوين او السياسه المتبعه من طرف فريق الاتحاد الرياضي كتبني على المادة الخام، على اللاعبين ديال النادي، اللاعبين ديال الدار، بخلاف بعض الانديه. هذا ماشي هذا خيار، هذا اختيار طبعا. هذا خيار ديال فريق الاتحاد الرياضي. كما مجموعه بالنسبه للفرق الاخرى اللي هي ما عندهاش عندها امكانيات كتحاول توفرهم، كتحاول تعملهم باش تستقطب وباش كما كنقولوا تكتشف مواهب. الاتحاد الرياضي دائما كان عنده مواهب رياضيه، مواهب وطاقات كبيره في كره الطائره، سواء الصغار في التياب في الشبان الى غيره. فريق الجيش الملكي استعنى الموسم هذا بواحد اللاعب اللي هو ساكو، اللاعب يانيك. ويانيك بصراحه يعني واخذ بلاصتو دابا من الفريق. هو لاعب اساسي كنشوفوه كيعمل الفريق، يعني ماشي لاعب الاجنبي اللي فقط كيجي باش ياخذ بلاصه ديالو لاعب محلي في دكة الاحتياط، فهو بالعكس كيدمن الفريق والغياب ديالو كيأثر على المجموعه. هناك نرجعوا، هناك يعني ارسال ديال فريق الاتحاد الرياضي، متابعه نوف المسكالي، تعود الكره من زهير القلاوي والنقطه لمست الشبكه، كان في لي لصالح الجيش الملكي. هنا هشام فيزيد لاعب فريق الجيش الملكي، او ما نسمي احنا بلو باسور، شنو اسمه، موزع. نعم نعم، هنا جميله، ذكيه هذا التمريره. نعم ذكيه، لمست الشبكه كذلك، فهذا 13 مقابل 9. نعم يعني الان كنشوفوا انه اللاعبين ديال فريق الاتحاد الرياضي كل اللمسات ديالهم هي لمسات متميزه، لمسات كتبين على انه كيحاول ما امكن باش ما يعملوش الاخطاء، لانه في كره الطائره كتعرف انه اي خطا قد يكلف الكثير. نعم، هذا هو الشيء اللي كيجعل انه الفريق ربما كتكون ديك لا كويزيون ديال الجروب، الا كانت خطا او ثاني فهذا خطا واحد او جوج فكيأثروا على المردوديه ديال الفريق. أربعة نقاط كفرق ما بين الفريقين، وإرسال دائما فريق الاتحاد الرياضي. نحن في بداية المباراة، أكيد أنها الآن التقدم عند الاتحاد الرياضي، لكن لا نعرف هل سيواصل ما فعل أو ما فعلت السيدات الاتحاد الرياضي ويفوز على الجيش الملكي، ولا غادي الجيش الملكي غيتأر السيدات ديالو وغادي يفوز مرة أخرى وغادي يحقق الازدواجية. الميزة اللي كانت ديال هذا الموسم هذا ديال 2015-2016 أن الفريق ديال الجيش أو فريق الاتحاد الرياضي كيفوز بثلاثة جولات مقابل اثنتين، بعد مدة كبيرة أنه دائما كان الفريق ديال الاتحاد الرياضي كيفوز بثلاثة جولات لصفر. هذا الموسم فكانت ندية مع الفريق ديال الجيش الملكي، ولكن الغلبة كترجع للفريق الاتحاد الرياضي. اللي كنقدروا تدخلوا الخبرة، لأن أنت كنشوفوا الفريق كيتقلص جوج نقاط بعد ما كانت ست نقاط. هنا كنشوفوا بلا الخبرة ديال الجيش الملكي قد هي اللي تعمل للفريق اليوم بالنظر للشباب اللي من الجهه الاخرى ديال الاتحاد الرياضي. ماشي بالصالح ديال فريق الجيش الملكي باش يخلي فريق الاتحاد الرياضي يبتعد اكثر من اربع نقاط، فالتعليمات كتعطى انه ضروري باش نعملوا تمويهات، نعملوا ما يكونش ديك العمليه الهجوميه بواحد القوه كبيره باش ما تشكلش خطوره على فريق الاتحاد الرياضي. ها انت كما كتلاحظ دابا كاين عمليه تمويهات. مسكالي كيلعب، هذه الكره الثانيه اللي مسكالي كيحطها عند الفريق ديال الاتحاد الرياضي. دائما كانت هذه هي لا تكنيك ديال نوفل، لانه هو كان كيتعامل دائما بالتمويه، وهذه هي اللي كانت القوه ديالو. لهم يوصلوا دائما الارسال عند العسري. جوج نقاط الان كفرق، يعني فريق الجيش الملكي دائما كيحاول باش يقرب. والنقطه اضافيه. نقطه سهله. طبعا بعد ارسال كيسمى ارسال يعني سيرفيس ماتشي. وهنا اللاعب ديال فريق الجيش الملكي اللي هو العسري كيمتاز بضربات هجوميه صحيحه، ضربات هجوميه قويه. نعم. ودائما كيكون زعما فاصل، كيكون واحد كيجيب الاضافه لفريق الجيش الملكي. نعم. جميله جدا، ارتقاء وضربه قويه. لاعب وليد مهدي. نعم، وليد مهدي من فريق الاتحاد الرياضي بهذه الكره السريعه، ولاعب شاب ومتألق. نعم بالفعل، الارسال عند من؟
الإرسال عند الوفي حمزة لاعب شاب. أوه يعني كرات سريعة جميلة ارتقاء وتسجيل نقطة واحدة نقطة واحدة طبعا. فلاعب موسيع ديال فريق الجيش الملكي فيزيد كيعرف كما كنقولوا الحركات ديال اللاعبين ديالو وكيحاول يعطيهم كرات تكون تقريبا قريبه ليهم باش يحاول يماركيو لي بوان. هذه كره سريعه كيفاش تبررها اللاعب يانيك وخذ النقطه ديالو. جميل. فهذه هو القوه ديال نعم الثقه والخبره ايضا لنا فيزيد فهو هو المذيع ديال المنتخب الوطني وكنا كنتذكروا يعني المسيره الجد موفقه اللي كان بسمع عليها مؤخرا في او الصيف الماضي في البطوله الافريقيه في مصر. نعم وكنا المنتخب الوطني احتل فيها المركز الثالث وحصل على البرونزيه. نعم هنا كره خارج رقعه الميدان 16 مقابل 15 وقت مقطع تقني. هنا نقدروا نتحدثوا على فريق الاتحاد الرياضي حتى كتاريخ، فاحنا كنتحدثوا عليه اكيد على مستوى الالقاب، فاحنا ما كنتحدثوش على فريق عادي، لان كنتحدثوا على فريق اللي ماشي فقط على مستوى الاناث فايضا على مستوى الذكور حرز القاب وتمكن من الفوز عده مرات. فالاتحاد الرياضي سنه 1993 موسم 92 93 كذلك 93 94 97 98 و 2002 2003 وايضا 2004 2005 يعود ليفوز في 2007 2008 وكان 2007 2008 اخر كاس للرياضه كتمشي لخزانه الاتحاد الرياضي ومن ثم ربما كانت رؤيه استراتيجيه التغيير 2008 الى اليوم فاحنا تقريبا 8 سنوات للبناء ربما للرجوع للقاعده مجموعه من الاشياء خلتنا نشوفه اليوم يعود ويعود بقوه بشبابه بابناء الفريق. ف 2008 كانت هي السنه اللي تقريبا بدا فريق اتحاد طنجه كيستولى على المراكز. نعم. الاولى مع فريق الجيش الملكي، الشيء اللي كنا كنشوفوا انه مجموعه من المقابلات النهائيه سواء على صعيد البطوله او الكاس او الكاس الممتازه. نعم. دائما كانت كتكون ما بين فريق الجيش الملكي واتحاد طنجه. اليوم وبعد مجموعه من المشاكل اللي عرضها فريق اتحاد طنجه واللي هي الكل كيعرفها انه ثلاثه اللاعبين الاساسيات ديالو كانوا وقعت لهم اصابات. نعم. الفريق ديال اتحاد طنجه كيتراجع وكيخلي المكانه لفريق الاتحاد الرياضي اللي كياكد على كذلك على القوه ديالو. نعم. لان فريق الاتحاد الرياضي راجع بقوه بعناصر شابه بعناصر متمرسه بعناصر ربما السن ديالها عنده ما يقول مستقبلا. كما كنقول لا مويان ديال لاج هي 21 سنه. فهذا 21 سنه فهذا فريق كله شاب. كانت يمكن فيلي لمسه لا او لا لمسه خطا ديال لمس ديال الكره لمس الكره يعني كان خطا في لاباس جو بونس. اذا دوش دو بال دونك هنايا هنا نقدروا نتحدثوا على نعم. اذا كيف ما قلنا ففريق الاتحاد الرياضي هو فريق شاب اليوم يعود للنهائيات ويعود للالقاب في حين فريق ربما الضغط اكثر من الجهه الاخرى الجيش الملكي. طبعا ولكن فريق الاتحاد الرياضي كله طموح لانه دابا كيبحث على الكاس الخامسه التوالي. ذكرناها لانه الخامسه التوالي ولكن نعم. فريق الاتحاد الرياضي كما كنشوفوا دابا وتا من ناحيه ديال السكور انا فريق الاتحاد الرياضي باغي ياكد على انه ما بين الفرق القويه على الصعيد الوطني وكيرجع انه كيأكد الرجوع ديالو يعود ويعود بقوه بقوه. نعم. يعني وخاصه امام واحد الفريق اللي هو عتيد فريق ديال الجيش الملكي العناصر ديالو متمرسه وكتلعب كثير يعني. نعم. عند ما نساوش الامكانيات ديال فريق الجيش الملكي عنده مركز ديال التكوين يعني. نعم. اللاعبين عندهم القاعه خاصه بتدريب نفس الشيء بالنسبه للاتحاد الرياضي غير مع اختلاف ربما من طريقة التسيير والرؤية ديال التسيير. فأكيد أن فريق الاتحاد الرياضي أيضا عنده قاعة خاصة به وعنده نعم وقاعة من أجود وأحسن القاعات في المملكة. نعود لأجواء المباراة. هذه هي المباراة النهائية نهائي 2015 2016
من القاعة المغطاة بمدينة أسفي والإرسال عند الجيش الملكي. دائما نؤكد أن القاعة ليست في المملوعة إلى آخره، فقط ما كنتش أن كاين جمهور كثير من مدينة أسفي، وهذا هو النداء وهذا هو الهدف من أن أسرة كرة الطائرة تجتمع اليوم هنا بمدينة أسفي باش ربما تحسس أن هذه الرياضة رياضة جميلة وتستحق التشجيع من أعيان هذه المدينة لربما خلق فريق ينافس عن الألقاب و يمثل المدينة مدينة أسفي في مختلف ربوع المغرب. طبعا هذه ما بين الأهداف المسترم طرف جامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة، طبعا هو توسيع قاعدة الممارسة، هو التعميم ديال الكرة هذه في جميع أنحاء تراب المملكة. المجيء ديال أو اختيار مدينة أسفي لهذه المقابلة النهائية أو اليوم النهائي ديال كأس العرش، فهو اولا نعترفوا بفريق الاولمبيك اسبي اللي كيمارس كذلك كاس الوطن الثاني، وهو من خيرة الفرق كذلك لاعطاء نفس جديد لكره الطائره في مدينه اسبي من كل الجوانب. وهنا ما فيها باس باش نشوفوا ان كل الظروف توجدات للجامعه الملكيه المغربيه والفرق باش هذا العرس الرياضي يكون في احسن الظروف. نعم بالتاكيد، فان الى عدنا للمباراه فهي مباراه متكافئه، تعادل 19 مقابل 19 وارسال لفريق الاتحاد الرياضي لحجام مهدي، والنقطة تعود للجيش الملكي بسرعة. خبرة نوفل مسكالي هي اللي كتخليه دائما يكون قادر على الحركات التمويهية. طبعا مسكالي اللي كيصعد امام الشبكة وكيشوف انه السد قدامه، فضروري كيعمل واحد العملية انه يضرب كرة في السد او ايدي ديال السد باش ياخذ النقطة ديالو. نعم 20 مقابل 20، لان نوفل مسكالي ضيع الارسال او كانت الكرة مباشرة في الشبكة. ارسال عند فمني كيكون تقريبا حمزة، ملي كيكون هذا المستوى المستوى كتبقى الخبرة ديال المدربين. نعم الوالي كمال ايضا يعني عنده واحد ارتقاء متميز. الوالي كمال هنا في الصد وهو والعسري، يعني جوج ديال اللاعبين ديال الجيش الملكي بواحد القيمه واحد القامه. نعم. طويله وتمكنوا. نعم. باش ياخذوا الكره ديال القلاوي. نعم وعندهم حتى الابتداء ديال لا ديكونت يعني الارتقاء ديالهم، فهما متميزين حتى شفناهم في مختلف المباريات ديال البطوله الوطنيه، ويعني مع الفرق البطوله الوطنيه وايضا في المنتخب على مستوى المنتخب الوطني. نعم الوالي كمال في الارسال، بعد اربعه ديال الفرق من فريق الجيش الملكي كينتميو للفريق الوطني. نعم مسكالي. الوالي كمال المسكالي وفيزيد والعسري. نعم بينما فريق الاتحاد الرياضي هناك لاعب واحد وهو زهير القراوي. فين اللاعبين الاخرين شباب؟ جميل جدا جميل جدا ديال زهير 21 مقابل 21. دائما غادي نرجعوا نتابعوا غنقولوا هذا الشيء، ما غنستنتجوا في اخر المباراه ان ربما الفارق اللي غيدير زهير في هذه المباراه هو العمل ديال الاغلبيه ديال العمل في الفريق ديال الجيش الملكي في فريق الاتحاد الرياضي عفوا، لانه كيعمل حتى على لم المجموعه ديال الاتحاد الرياضي. هنا معروف على فريق على القراوي انه لاعب اللي كيلعب داخل الشبكه، يعني في لازون دي 3 متر، وكذلك كل الكرات اللي كتكون خارج هاد ثلاث امتار كياخذهم وكيعمل عمليات هجوميه قويه وكياخذ بها النقاط. جميل توفيق. وهنا تغيير تكتيكي ديال الارسال ديال المدرب اللي هو العاقل عمر العاقل. هذه غادي تكون ثالث تتويج العمر العاقل هشام فيزيد فوالا، وكيدخل رزاني وكذلك يخرج العسري. نعم
يعني جوج ديال اللاعبين اللي كيكونوا اون دياغونال بدل لو سيستيم دو جو تقريبا ديال فريق الجيش الملكي، دخل واحد اللي غيعمل الصد، دخل زناتي محمد، زناتي محمد دخل زناتي محمد مع رزاني فرح. نعم جميل، ارتقاء لمن زهير العلوي في الاستقبال يانيك وتعود. إذن التغيير اللي كنا دابا عن التغيير التكتيكي عطى الاكل ديالو، اكيد انا تمكن الصد ديال فريق الجيش الملكي باش ياخذ هذه الكره هذه ويعاول يعمل عمليه هجوميه ديالو بالموسيع الثاني اللي هو رقم 10 ديال الفريق الجيش الملكي. نعم اللي هو رزاني، اللي هو زناتي، اللي هو زناتي اللي هو الموسيع الثاني ديال الفريق الجيش الملكي، وتمكن باش ياخذ النقطه ديالو. لاحظ معايا كيفاش كانت الكره. رزاني محمد، نعم والكره ديال يانيك يرتقي ويسجل يعني رغم نعم رغم الصد ديال زهير فكانت جميل. 23 مقابل 21 لصالح الجيش الملكي. هل سيواصل عمر العقيل في حصد الألقاب هذا الموسم بعد السوبر كوب بمدينة مكناس وبعد البطولة الوطنية بمدينة الرباط اليوم بمدينة أسافي؟ هل سيفوز بأول كأس الخامسة كأس مع عمر العقيل؟ عمر العقيل كأسه الثالثة وتقدر هي أول نعم لفريق الجيش الملكي، الفريق الخامس للجيش الملكي بالنسبه لكاس العرش. اما بالنسبه لعمر العقيل فهو منذ بدايه الموسم فاز بالسوبر كوب وفاز بالبطوله الوطنيه في مدينه الرباط، واليوم اول كاس في الدقه كمدرب على راس كتيبه الجيش الملكي. فالتغيير غادي يخليه تقريبا حتى يشوف الى خسر واحد النقطه ربما يرجع في التغيير ديالو اللي كان عمل في الاول. زناتي محمد في الارسال في زهير يرتقي ويسجل 22 مقابل 23 فارق نقطة واحدة. غادي تكون مباراة إن صح التعبير غتكون مباراة متوازنة ومتكافئة كيف ما كنقولوا بالفرنسية فهو ماتش تخي سيغي تخي سيغي إكيليبري إكزاكتومون. نشوف تفاهم حجام مع زهير ونوفل يسترجع العلوية الكرة مع الزناتي لمن حجام زهير يسجل. زهير جميل هو زهير بصراحه الضربه الصاعقه ديال فريق الاتحاد الرياضي وكيتمكن باش ياخذ نقطه. نعم. 23 اذا هنا مع العقيل كنظن بانه لازم عليه باش يرجع التشكيله ديالو الاولانيه اللي كانت فيزيد هشام ويرجع كذلك العسري. نعم باش يعمل لا روتاسيون ويحاول ياخذ النقطه ديالو. نعم 23 مقابل 23 تعادل، هو صعب التكهن بمن سيفوز بهذه المباراة لأن كنشوفوا المستوى كيفاش متكافئ. الإرسال عند العمري كريم، كرة سريعة جميل ما تحتش كرة زناتي لمن يرتقي حجام زناتي. كرة أوت كرة فريق الجيش الملكي. الرزاني يتمكن من كسب النقطة 24 مقابل 23. زهير القراوي يشجع أعضاء مجموعة ديالو باش طبعا باقي ما خسرش الجولة لأن هناك نقطة واحدة فقط وبإمكانه يرجع الإرسال لمن لا 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 أن أكيد أنها كرة لن هذه المباراة ما يمكنش نتكهنوا بنتيجة كيفما ما يمكنش نتكهنوا بنتيجة كل نقطة. نعم خطأ ديال اللمسة. نعم. خطأ ديال اللمس بالنسبة للموزيع ديال الفريق. انتهت الجولة الأولى 25 مقابل 23 لصالح فريق الجيش الملكي يعني من خلال هاد الجوله هذه فكتبوا ان المقابله غتكون جد ممتعه وجد يكون فيها حماس قوي ما بين الفريقين لانه 25 23 جوج نقاط الفرق. كان كثير الحماس في الجوله في المباراه اللي تابعناها قبل هذه المباراه، هي مباراه الشبان اقل من 20 سنه، فكان حماس وكانت نديه وكان تشويق ويعني مشات حتى للتاي بريك يعني شفنا
فيها مجموعة ديال الأشياء جميلة، ديال القيم الرياضية، ديال الإصرار، ديال المثابرة، ديال التشويق، ديال الندية. فأكيد إذا كانوا الأشبال هما هادو، فأيضا اليوم الأسود، أسود الطائرة الوطنية، غادي يفرجوا وغادي يمتعونا وغادي يعكسوا المرآة الحقيقية ديال الفرق ديالهم وديال المنتخب الوطني، بحكم انهم ابناء المنتخب الوطني كلهم. طبعا باش نرجعوا للمقابله ديال الشبان، يعني شيء جميل انك تشوف جوج فرق من الفرق اللي هي بعيده على المراكز او الدار البيضاء، الرباط، فاس او طنجه، فرق جايه من مدينه الرشيديه وفريق جاي من واحد فيكيك، فشيء جميل. الا كان احنا عندنا بالنسبه لنا واحد المقابله ديال نهايه كاس 10 وما عندهم عرس رياضي، لانه اول مره في التاريخ كيوصلوا الفرق هذو لنهايه كاس العرش، وعطونا واحد الطبق جميل جميل بكل المقاييس. يعني كنلاحظوا انه كاين هناك شباب عنده قامات طويله، عنده تقنيات فرديه جميله، كاين هناك تكتيك، يعني لاحظنا ان اللاعبين ماشي ذاك المستوى العالي، ولكن هناك كره الطائره اللي ربما نعم عما قريب غتحسن. اكيد اننا قبل قليل شفنا صور ديال رئيسه الجامعه الملكيه المغربيه للكرة الطائرة سيدة بشرى حجيج، وشفنا معها مجموعة من الفعاليات، فعاليات كرة الطائرة، من أعضاء مكتب، من ممثلين فرق، من أطر وطنية، من لاعبين لاعبات، وشفنا أيضا أعيان هذه المدينة من سلطات محلية اللي جاوا وأبوا إلا أن يشاركوا الكرة الطائرة أو أسرة الكرة الطائرة في هذا العرس اليوم بمدينة أسفي بهذه القاعة التي كانت اليوم ربما شكلت المجمع ديال الكرة الطائرة من مختلف بقاع المملكة، كيف ما قلنا، من فيقيق، من قلعة صراغنا، من الدار البيضاء، من الرباط، من الرشيدية. فهنيئا لكم أنتم أيضا كإدارة. هذه الكأس، هذه كأس عزيزة على جميع المغاربة، يعني والتواجد ديالنا هنا إلا بنحتفلوا بكأس العرش ونحتفلوا بهذه المناسبة الغالية على جميع المغاربة. نعم. ما يمكن لا إلا نهني ونحسن على هذا التدور هذا. نعم. على هذا العرس الرياضي وعلى هذه الأطباق الجميلة ديال الكرة الطائرة اللي أعطونا هذا الفرق هذو اللي تأهلت للنهاية. أكيد تعود أو يعود، لا يعود اللاعبين للملعب، كيعودوا كيرجعوا. المدرب التواتي لفريق الاتحاد الرياضي. فريق اللاعب المدرب التواتي غني عن تعريف، الاسم ديالو كيتحدث على تاريخه، كيتحدث على ألقابه. فالتواتي اليوم معه أيضا إبراهيم بالمدني، وأيضا اليوم كنشوفوا أسماء اللي عقيل عمر. عقيل عمر من بعد ما كان في الاتحاد، في الفتح الرباطي، رجع للجيش الملكي، ومن بعد عمر العقيل بالنسبه للستاتيستيسيان ديال الاماكن. حتى عمر العقيل، تخيل كتهضر على عمر العقيل مدرب الجيش الملكي. لا ولكن بونتوش كاينين جوج عمر العقيل. جوج عمر العقيل معنا اليوم على جميع في الطرفين، يعني عمر العقيل المكلف بالاحصائيات فريق الاتحاد الرياضي، هو ايضا المكلف باحصائيات على مستوى المنتخب الوطني، وايضا عمر العقيل المدرب الذي يعود للجيش الملكي كمدرب هذه المره، كما الولي يرتقي ويسجل. ولكن تعود هناك خطا، والنقطه للاتحاد الرياضي. إذا الفريقين تقريبا ما غيروش اللاعبين ديالهم. نفس التشكيلة اللي كانت في الجولة الأولى تعود، يعود فيزيد. نعم. نوفل مسكالي. تمويه، لكن كاد أن يكلفه الكثير هذا التمويه. الكرة الثانية. لاحظنا أن مسكالي ما كيضربش كرات قوية. نعم. كيضرب بالأحلى كرات ذكية. ذكية فقط. ذكية. للنقاط. ليستميت لاسترجاع الكرة، ونوفل يرجعها للطرف الاخر. من هذه كره قاتله كانت فوق الشبكه وتمكن منها الصد ديال فريق الجيش الملكي. نعم. اللي كانت صعيبه على اللاعب الهجومي ديال فريق الاتحاد الرياضي اللي هو اللاعب رقم 6 اغربي حمزه. الارسال عند هشام فيزيد. هشام فيزيد ينفذ الإرسال، وسط والاستقبال والارتقاء والكرة، ونوفل يرتقي ويسجل نقطة أخرى.
نوفل بنفس الطريقه اليوم ويسجل، لكن هذه المره سجل بقوه طبعا. عملية الصد ما كانش قوية. نعم زهير ما تمكنش من، ما نساوش أن زهير هذه السنة رغم البروز ديالو فعلى مستوى الفريق الاتحاد الرياضي، فيمكننا نقولوا أنه مارس كثير على مستوى المنتخب الوطني، مستوى الاتحاد الرياضي، مستوى الكرة الطائرة الشاطئية، لأن ما ربما كانت حياته هذا الموسم كله كرة الطائرة. ما نساوش فريق، ما نساوش على أن القراوي يلاه جا من بطولة العالم. بطولة العالم أو بطولة ديال الكونتيننتال. نعم بطولة القارات. شارك في ديك المقابلات النهائية من أجل أخذ ورقة الذهاب إلى ريو. كانت عندنا ورقة أخرى اللي هي لانتا كونتيننتال من بعد ما خسرنا في تونس. في تونس نعم. تونس ضد الفريق التونسي. نعم سبق وقلتها ربما خطف من الفوز في هذاك النهائي، لأننا كنا وتابعنا عن قرب وعشنا مع شباب كسوا زهير عبيشة وأيضا أنس وفرابي، كنا على قاب قوسين أو أدنى من التتويج ومن الذهاب إلى ريو، ولكن ربما كان من الصعب والنتيجة ربما تلعبت على جزئيات خارجة على كل من هو كرة الطائرة، ف كيف كيقولوا خيرها في غيرها. ولكن ما نساوش باش المشاهد الكريم يتبع معنا على انه الفريق ديال الفريق الوطني المغربي لكرة الطائرة الشاطئية في ذاك الوقت كان فقد واحد اللاعب اللي هو سينا اللي كان تصاب. نعم. صاب وما قدرش يكمل وكان اتجاه اللجوء الى لاعب ثاني اللي هو انس الدوري ومشى الفريق الوطني. وكنقول بانه لو ان الفريق او لو ان المغرب اللي هو نظم هذيك البطوله لكان الفريق الوطني غادي يفوز بالورقه المرور لريو 2016. على عين كيف ما قلت لك هذه هناك ترجعنا نقولوا انها خير في غيرها. ربما احنا كنا خصنا نختاروا اننا ننظموا الثوازيام تور اوليو دو دوزيام تور، وما علينا هذه اختيارات كنتعلموا من خلالها، لكن هذه خطوات اولى كتبين لنا اننا وان رياضتنا بخير، وهذا المضمون في هذه المجموعه ومضمون في هذا الشباب. يعني ملي كنشوفوا الخطوات سواء يعني بكل صراحه هنا نرجع للعمل الجيد اللي كتقوم به الجامعه الملكيه المغربيه سواء في كل الميادين. كره الطائره الشاطئيه الان كنشوفوا انه كنهيئوا البطوله ديال كره الطائره الشاطئيه، كنهيئوا مدربين. ما نساوش على انه مؤخرا هذا الاحد السبت الاحد كانت تعطات كانت توزيع الدبلومات على المدربين ديال كره الطائره الشاطئيه، واول تدريب كيتمر في افريقيا تدريب دولي ديال كره الطائره الشاطئيه هنا في على اين غادي نرجعوا لذاك التدريب، لان كنا حنا وكنشوفوا الصور كنا فرحانين، وحنا كنشوفوا حشدادي كيحصل على الشهاده ديال المدرب، وايضا رحمه بحو كنحيوها ورشيد بوشدوق، فاكيد تحيه لكل هذه الاسماء التي بصمت الكره الطائره الشاطئيه. زهير القراوي نرجعوا ليه انه هو اللاعب ربما اللي مارس الاكثر في هذه المجموعه. توفيق العشري يضيع الارسال ونقطه في الجهه الاخرى لفريق الاتحاد الرياضي 6-5 خمسه مقابل سته لصالح الجيش الرياضي. الجيش خمسه مقابل سته نعم. زهير القراوي في التنفيذ في تنفيذ الارسال جميل من استقبال ارتقاء يعني وخا هشام بايزيد الكره ديالو كانت سريعه، ولكن اللاعب اللي كان امام ديالو ما تمكنش باش ياخذ النقطه وكترجع النقطه الاضافيه لفريق الاتحاد الرياضي. التعادل مره اخرى هنا ربما الى كان تفوق عند الجيش الملكي فقد تكون الخبره والتجربه ديال الاسماء ديالو، لان غير بالنظر للمجموعتين او وجوه المجموعتين ف باستثناء زهير ما كاينش عناصر دوليه في هذا الفريق، وهو فريق شاب ومحلي ومشرف جدا اننا نشوفه في النهائي يواجه من؟ يواجه فريق النخبه. نعم لا ما نساوش انه كاين واحد العمليه اللي ان لاعب كيقدر يعطي يدير الفرق، ولكن لاعب واحد داخل مجموعه ديال سته ديال اللاعبين فغادي يكون شي شويه صعيب، ولكن كتكون ديك لا كويزيون ديال لو جروب. فريق الجيش الملكي اللي هو مارس كثير باللاعبين ديالو
هاد اللاعبين سته كيمارسوا كثير لانه درجه ان ديك كما كنقولوا الاستمراريه ديال اللاعب والتوزيع ديال الموزع لي كومبينيزون تاكتيك ديال الفريق تجسدات وتتربات وتزوبات بواحد الشكل كبير. فريق الاتحاد الرياضي كيقلب على راسه كيقلب على مجموعه اللي تكون قويه ومجموعه اللي تكون شابه، ولكن غتعطي الكلمه ديالها من بعد. نعم هذا اكيد اكبر شرف لي اليوم انا وصل للنهائي بهاد العناصر هذو. ارتقاء لحمزه ولكن يانيك يعود في الصد من الحجام نوفل. الكرة تعود بذكاء وتسجل في الجهة الأخرى والتفوق الآن لفريق اتحاد الرياضي 8 مقابل 7. وقت مستقطع أو وقت تقني ميت مستقطع. وما نساوش فريق الاتحاد الرياضي عنده جوج العناصر ما بين خيرة لاعبين فريق ديال الشبان اللي هما اللي هما بيرما سعد وكذلك الموزع اللي هو رقم موزع الفريق ديال بيرما سعد. للتذكير بيرما سعد فهو الابن ديال بيرما خالد بيرما مدرب سيدات الاتحاد الرياضي. اكيد ان هذا الشيء بلو من ذاك الاسد. وكذلك العمري كريم اللي هو مدرب ديال الفريق الوطني للشبان. نعم هادو جوج عناصر اللي هما الشبان اللي تجاوب شرف الوصافه ايضا في النهائي البطوله العربيه اللي كانت في مدينه سنعاء. فما نساوش على فريق الاتحاد الرياضي ديال الشبان تمكن من الفوز ببطوله المغرب على فريق الجيش الملكي بثلاثه جولات مقابل اثنتين. كانت يعني كانت مقابله في مدينه تطوان من خيره المقابلات اللي عرضتها البطوله الوطنيه. تمكن فريق الجيش فريق الاتحاد الرياضي من انتزاع الانتصار بثلاثه جولات مقابل اثنتين. نعم. وبرز في هذه المقابله هذه الموزع وكذلك سعد بيرما. جميل. فيزيد في التمرير ونوفل يرتقي. تعود الكره لمن لحجام يسجل لكن الكرة دائما طائرة. الكرة طائرة. حجام يحاول التنفيذ لكن يسترجع الكرة عن طرف الجيش الملكي ولمسة الشبكة لصالح الجيش الملكي نعم 8 مقابل 7. من سينفذ الإرسال؟ إذن هنايا الفريق الاتحاد الرياضي كيغير الموزع ديالو كيلعب بموزع اللي هو العمري كريم هذا اللي قلنا اللاعب او الموزع ديال الفريق الوطني للشبان. نعم الجميل اننا اليوم كيف ما قلت شفنا وجوه عتدنا نشوفوها في النهائيات وشفنا وجوه جديده. فنعود نذكروا ان فريق فيكيك جمعه واحد 150 ولا 160 متفرج من مدينه فيكيك 1300 كيلومتر اللي كيتكلم على احد المسيرين ديال فريق فيكيك اللي حضروا لمسانده فريق الشبان في هذه النهائيه ديال كاس العرش. كنا كنقولوا تقريبا في المباراه ديال الشبان كنا كنقولوا تقريبا 1400 1500 كيلومتر لكن هي بالضبط 1300 كيلومتر وما 1300 كيلومتر يعني بالطريق بهذا الجو الحار لاننا في فصل الصيف ما يمكنناش نتحدثوا عليها فهي ماشي والو. هي النقطه كترجع الفريق الاتحاد الرياضي بلمس الشبكه ايضا. بالرجوع الفريق ديال الواحد فيكيك كنتصور كيفاش غادي يكون فريق واحد فيكيك داخل مدينه فيكيك بالكاس ديال كاس العرش لفريق ديال الشبان يعني هذا غيكون شيء جميل ما متعوداش المدينه وكنتمناو على انه المدينه والمسؤولين على مدينه فيكيك يديروا استقبال ويقدموا المساعده لهذا الفريق الشاب باش يقول الكلمه ديالو مستقبلا. هذا المضمون في هاد المدينه لان كيف ما اليوم جبت هاد الابطال غدا اكيد انها غادي تواصل معهم المشوار. جميل يعني يعني 10 مقابل 9 التقدم للاتحاد الرياضي. نعم يانيك يعني عمل خطا. شوف شوف كيفاش ارتقاء داخل منطقه 3 امتار. نعم. بينما هو كان من في الدفاع. نعم. ما عندوش الحق باش يفوت 3 امتار ويعمل ترسيخ الثقه ديالو. نعم احنا
كنتابعوه دائما. ذكروا مشاهدينا الكرام اننا كنتابعوا نهائي كاس العرش للكره الطائره موسم 2015-2016 من مدينه اسفي. والنقطه هنا تعود للاتحاد الرياضي 11-9 الجوله الثانيه، 11-9 في حين الجوله الاولى مالت لكفة الجيش الملكي 25-23، إذن جولة لصفر في انتظار ما ستجود به هذه الجولة لمن ستعود إلى أين، على أين التقدم الآن لفريق الاتحاد الرياضي الذي يعود للنهائيات ويعود للألقاب في صورة يانيك والعسري. فهذو أسماء لقسمة الكرة الطائرة اليوم في المواسم الأخيرة. فما بين خيرة لاعبين على المستوى الوطني، يعني العسري خاصة بالضربات الصاعقة ديالو. نعم، وبالقوة ديالو حتى المستوى المنتخب الوطني كيتميز بواحد القوة من وارتقاء وقوة. لاعب شاب، ما نقولوش بأنه لاعب اللي ربما فات الوقت ديالو، ولكن نعم. لاعب باقي يعطي الفريق الوطني ويعطي الكرة الطائرة الوطنية. أكيد. الإرسال عند كريم. كريم العمري. كريم العمري ينفذ الإرسال. نوفل مسكالي للوالي لنوفل، تعود لنوفل يسدد في الاستقبال من جميل. لاعب رقم 4 اللي هو الوافي حمزه، وهذا لاعب كما كنقولوا اشول كوشي. نعم، والكرات اللي كتجي من هاد اللاعبين هذو كتكون كرات صعيبه باش تكون في الصد. نعم، هو رحمه بح هو بوشدوق ابراهيم، وكذلك بوشدوق عائله بوشدوق رياء التعريف كره الطائره بوشدوق. نعم، رشيد هو ابراهيم بوشدوق، وكذلك هنا كنشوفوا لو بون توش ديال فريق الاتحاد الرياضي. الاتحاد الرياضي السي التواتي محمد، حنا اكيد انا كنتحدثوا على الاتحاد الرياضي وكنتحدثوا على تاريخ وامجاد والقاب، والتواتي اكبر دليل على ذلك. يعني اكيد انه شهد مجموعه من المجموعه من النهائيات، واكيد الالقاب. ولكن نتحدثوا اللي خلانا نتحدثوا على التواتي اليوم، نتحدثوا على خالد بيرما بالنسبه للفتيات. خالد بيرما كانت مرات اخرى بعد هذه السنوات، يعني ثلاث مواسم او اربع مواسم كيحصل على فريق على بطوله على نهايه كاس العرش. يعني انا كنسميه المدرب المجتهد، انه مجتهد خالد، لانه على مستوى الفتيات باش تكون عندك فريق بحال فريق الاتحاد الرياضي وكتتواجه فريق بحال الجيش الملكي اليوم اللي كان مصر انه ياخذ الكاس وكتفوز، وبالتقنيه فريق ديال الاتحاد الرياضي كيضم بين عناصر ديالو واحد جوج لاعبات اللي هما متميزين على الصعيد الوطني وعطاو بينو. كاين لاعبات شابات اللي ايضا اللي كاينه، باقي ما كاينش لاعبات شابات، ما كاين الفريق لا كاينه سارة 19 سنه، عائشه 19 سنه، بالنسبه لزينب خضروف بصمت على مسيره موفقه هذه المواسم الاخيره، زروال الان المنتخب الوطني، محاسن ايضا دونك والفارق 3 نقاط 13-10 وفيزيد يضيع. الان كتلاحظوا ان فريق ديال الاتحاد الرياضي غادي بخطى ثابته، 3 نقاط ديال الفرق، هذا ما كيعنيش بانه قد يعادل الكفه. طبعا قد يعادل الكفه وقد ينال على الاقل شرف يعني الفوز بجوله او جولتين. لاعب رقم 6 غربي حمزه هو من سينفذ نعم ومن سينفذ الارسال. خارج وقعت الملعب 11-13 فريق نقطتين فقط. نوفل المسكري من الجهة الأخرى، نوفل بقبعة اللاعب، بقبعة اللاعب الدولي والعميد زهير، يرتقي ويسجل بكل ثقة، ثقة كبير يعني بواحد الطريقة جميلة كيتمكن باش ياخذ هذه النقطة هذه. 14-11 3 نقاط. شوف
جميل جميل جميل. يعني وكيتفادى كيتفادى حتى الصد، وكذلك كيتفادى حتى اللاعب ديال الدفاع اللي هو يانيك، وتمكن باش ياخذ هذه النقطه هذه. هذا شيء جميل انه في الارتقاء ديالو كيتمكن باش يشوف المكان المناسب باش ياخذ النقطه. بالفعل. او وكمال يسجل مره اخرى. هذا يرد بقوه كمال الوليد اللي هو السنترال، يعني كاين نعم. الالتقاء ديالو كيكون مزيان وكياخذ دائما الكرات السريعه. هذا هو البروفيل ديال لي جوور سونترو، كيكون عندهم واحد القامه طويله وكيكون عندهم السرعه في 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 ضربات سائقه. نعم بالفعل كتكون ضربات مباغته للصد ديال فريق الخصم. الارسال هذا كان تغيير ديال فريق زوغار عزيز. زوغار كيدخل المقابله. نعم ارتقاء للحجام وخارج رقعة الملعب 14 مقابل 13، الفريق يتقلص لنقطة واحدة فقط. الإرسال عند كمال الوالي. لا زوغار أو زوغار عفوا. زوغار عزيز ينفذ. زهير في الاستقبال وفي التنفيذ وخارج. عملية كانت جميلة. كانت جميلة وكانت مدروسة لكنها كانت ربما قوية أكثر من اللزوم. كنلاحظوا أن التمويه ديال اللاعب اللي كان غادي بواحد السرعة كيمسح المجال باش اللاعب الكراوي ياخذ الكرة في وسط الشبكة، ولكن للأسف أنه مشات خارج الميدان. تعادل 14 مقابل 14. رجوع فريق ديال الجيش الملكي. دائما زوغار. يسجل ويستعيد التقدم 15 مقابل 14. سأل يانيك في الاستقبال من سوء تفاهم. كان سوء تفاهم اكيد ان ما قدرناش نفهمو ما بين العسري وكذلك ما بين اللاعب رقم نعم واحد اللي هو أشطبي حسن. أشطبي نعم. سوء تفاهم ما بين العسري وأشطبي، من سيأخذ الكرة وتخسرت هذه النقطة هذه. إذا 16 مقابل 14 لصالح فريق اتحاد الرياض. جميل كنشوفوا كيفاش كيتحاوروا مع توفيق العسري باش ما هذا حميد العبدلاوي اللي هو المدير التقني لقطب الرياضات الجماعية لفريق الجيش الملكي من بعد ما كان عنده قبعة المدرب هو اليوم كمدير تقني يحاول تأطير اللاعبين وكذلك باش ما يخرجوش من الفريق من يخرجوش من المباراة كيف ما كنقولوا. كذلك مدرب فريق ديال الفتيان ديال كرة الطائرة اللي هو كذلك غادي يقوم بتربصات من أجل الاستعداد للبطولة الإفريقية للفتيان. جميل معلومة جميلة أول مرة كانت سمعوها في قناة الرياضية. فهو مدرب الفتيان هو على طالما كان على رأس المنتخب الوطني اليوم على مستوى القاعدة قد يقوم بعمل جيد كيف ما عملوا على مستوى الكبار. فأكيد أن الخبرة ديالو ممكن لا إلا تعطي تكون زيادة خير طبعا. فالجامعه الملكيه المغربيه لكره الطائره دائما كتعطي الاطر ديالها. واو كتثق في المدربين بقوه هذه المره لكن للجيش الملكي. نعم كما قلت فالفريق الجامعه الملكيه المغربيه لكره الطائره تثق في الاطر ديالها الاطر الكفاءه اللي كتعطي نتائج ايجابيه. وطبعا فحميد العبد اللهوي كنعرف من خيره المدربين على الصعيد الوطني يمكن شكل مدرب كحميد عبد اللهوي يبقى تعطات له المسؤوليه ديال الفريق الفتيان ديال الفريق الفتيان باش يقول الكلمه ديالو وياخذ الوقت ديالو باش يعطي يقول الكلمه ديالو والفريق او فئه الفتيان تاخذ حقها. جميل من المشاركه الافريقيه. فيزيد ويسجل فيزيد 16 مقابل 16. كنرجعوا للأطوار ديال الخبرة والجولة الأولى اللي كانت تقريبا نقطة نقطة خبرة أكيد ندية ما بين الفريقين.
ندي نعم، وهناك نشوفوا إصرار كبير لفريق الاتحاد الرياضي على تعديل الكفة والرجوع في المباراة. حتى فريق الجيش الملكي لاحظت تقريبا كل المباريات هناك عمليات تكتيكية، يعني نعم ما عندناش الحق باش نخسروا النقط. نعم يعني كنوفل يسدد خارج أوت. خارج الملعب 17 مقابل 16، نقطة هنا ونقطة هناك. والإرسال لزهير القراوي نجم فريق الاتحاد الرياضي، وجميلة لم يتمكن يانيك من الاستقبال، وبالتالي كتعود النقطة للاتحاد الرياضي. و18 مقابل 16 دائما زهير القراوي في الإرسال. نتمنى ان المشاهد الكريم كيتمتع معنا مع هذه المقابله الشيقه وهذه النديه ديال الفريقين اللي كيتعتبروا ما بين خيره الفرق على الصعيد الوطني. العين دائما الكره الطائره والنهائيات الكره الطائره، عودات الجمهور ديال على التشويق وعلى النديه وعلى الفرجه والمتعه. فاكيد ان هذا كيف ما قلت هذه الاسود من كلهم انهم يواصلوا ما فعلوا الاشبال قبل قليل ويمتعوا الجماهير اللي كتفرج فيهم الان. زهير في الاستقبال يرتقي ويسدد، العلوي في الاستقبال ايضا من الجهه الاخرى، لكن هذه المره للجيش. حسن 18 مقابل 18 تعادل. حسن الكره السريعه وسط الشبكه كيتمكن من اضافه نقطه اخرى لفريق الجيش الملكي. جميل. كذلك نهض المنبر ما فيها باس باش نذكروا الان نوعدوا الجمهور الكريم متعطش كره الطائره لانه هناك لقاءين غادي يكونوا هنا في المملكه المغربيه اللي هما البطوله العربيه لكره الطائره الشاطئيه بمدينه الجديده، وكذلك البطوله الافريقيه للشبان اللي غتتجرى الادوار ديالها بمدينه طنجه. جميل. بالنسبة لمباراة البطولة العربية ستنطلق نهاية غشت اليوم 28 إلى غشت رابع شتنبر على مدى أسبوعين أو ثلاث أسابيع. مدى أسبوع ست أيام. نعم على مدى أسبوع كامل. أسبوع كامل نعم. على مدى أسبوع كامل بمدينة الجديدة، وغادي تعرف حضور مختلف الفرق العربية اللي غادي تشارك، وغتكون مدينة الجديدة العاصمة العربية للكرة الطائرة أيضا الشاطئية بالفعل. بالنسبة الكل يعرف شاطئ مدينة الجديدة، ومدينة الجديدة كيفاش هي أيضا مدينة الكرة الطائرة بامتياز، باش نعطيوها حقها كرة المدينة مدينة الجديدة كمدينة رياضية. أما بالنسبة للمنافسات البطولة الإفريقية لشبان بمدينة طنجة ستعرف انطلاقها سيكون في نصف ديال شهر شتنبر، شهر بعد ذلك تقريبا يعني منتصف شهر شتنبر بطنجة. هكذا عودتنا وعودنا هذا المكتب الجديد لكرة الطائرة، فهو عرس تلو الآخر، عربي ثم إفريقي ثم شاطئي ثم داخل القاعة. فهنيئا لكل مكونات الطائرة الوطنية. هذه استراتيجية ديال الجامعة الملكية المغربية أنه للمشاركة على الصعيد العربي والإفريقي لتأكيد وجود الكرة الطائرة المغربية ما بين الأشقاء العرب وكذلك الأشقاء الأفارقة. جميل. 20 مقابل 18 نعود للمباراة. 20 مقابل 18 خروج لاعب رقم 4 على مستوى الاتحاد الرياضي والدخول اللاعب رقم 8. رقم 8 اللاعب بيرما سعد اللي تحدثنا عليه قبل قليل، فهو ابن مدرب سيدات الاتحاد الرياضي خالد بيرما. جوج العناصر ديال فريق شبان متواجدين فريق الاتحاد الرياضي الان. جميل. 17 سنه سعد 17 سنه فهو لاعب شاب. جميل. حجام اشطبي او نوفل يسدد شاب يزيد، يعني التوزيع ديالو توزيع 18 طبعا توزيع سريع. هشام فيزيد تميزه الحكمه وعدم التسرع،
لانه شفناه في مجموعه ديال المباريات ومنهم حتى مباريات ديال المنتخب الوطني. كانت تواتي المدرب ديال فريق الاتحاد الرياضي في الكلام مع الموزع ديال فريق الاتحاد الرياضي، موزع الشاب اللي هو كريم عمري. نقطه للاتحاد الرياضي 19 مقابل 21، فارق نقطتين فقط. الجيش الملكي يسير نحو الفوز بجوله ثانيه مع اصرار، ما نقدروش نحكموا دابا، لكن هناك دائما اصرار من الطرف الاخر، اصرار فريق الاتحاد الرياضي على الفوز وعلى تقديم منتوج كروي جيد، خاصه نوفل مسكالي تمويه فيزيد في التمرير ونوفل يعود، لكن هناك صد ثم هناك فوز بالنقطة بالنسبة للجيش الملكي 23 مقابل 13. كلهم كرات ديال مسكالي، كرات اللي هي يعني ماشي بذاك الجهد ديال، يعني كيحاول ما امكن يضرب كرة على الصد ديال الفريق الخصم. هذا الإرسال ديال يانيك اللي كان خارج 22 مقابل 19 والإرسال أشطري. أنتم الوقت المستقطع لفريق الاتحاد الرياضي لمحاولة ترميم ما يمكن ترميمه من اجل، نعم، قبل توسيع الفريق ويعني لفقدان الامل في الجوله. نعم، باش يرجع لهذه الجوله هذه. جميل. الكأس الفضية عادت في فئة الشبان لفريق واحد في جيج، في فريق في بالنسبة للصغار لفريق مستقبل درب سلطان، وكذلك بالنسبة للفتيات لفريق الاتحاد الرياضي، بالنسبة للفتيات أيضا، بالنسبة للفتيان الاتحاد الرياضي والفتيات لمستقبل درب سلطان، بالنسبة للسيدات للاتحاد الرياضي، وبالنسبة للشبان واحد في جيج. والآن ننتظر ماذا ستقول هذه المباراة ومن سيفوز بالكأس على مستوى الكبار. شيء جميل في الإرسال. نعم، شيء جميل أنه كنلاحظوا ما بين الجمهور الرياضي المتبع لهذه المقابلة شباب واحد السن جد صغير، يعني نعم يتمكن ويتابع المقابلة ديال النهاية ديال كأس العرش. يعني مع احترامي للكل، وهنا في هذه المباراة فهذا النوع من الاحتجاج ما شفناهش على مستوى الشبان نهائيا. هذا النوع من الاحتجاج وتحدثنا على رزانة وعلى ثقة على مستوى الشبان، أكيد أننا احنا بحاجتها على مستوى الكبار. لا، فكاين بالنسبة للفريق الفرق ديال الشبان فهي كتكون متعطشة بعد أول حاجة اللي تلعب وتأكد الوجود ديالها. لاحظنا مقابلة ما بين فريقين ديال الراشدية وفريقين فريق ديال واحد في جيج، من خيرة الفرق على مستوى ديال الأداب ومستوى الأخلاق ومستوى، لأنه هذا ما يعرف على المنطقة الشرقية ككل. طبعا فحضرت معهم في مقابلة في النهائيات ديال البطولة الوطنية في مدينة تطوان، فكانوا من خيرة الفرق، وهنايا كنوجه تحية من هذا المنبر هذا المدربين المسؤولين على هذه الفرق بالضبط، وعطاونا اليوم عطاونا بيننا واحد طابق جميل من نوع ثاني للكرة الطائرة. جميل، تمتعنا صراحه الاحترام ديال الحكام، احترام ديال القرار ديال الحكام الاول او الثاني، احترام ديال المدربين، احترام هذا شيء يعني شيء جميل. زوغار يسدد وهشام في الارسال. اذا 23 مقابل 20، ما بقاش كثير بزاف، ما بقاش بزاف انهاء هذه الجوله هذه. الجولة الثانية قد تكون مرة أخرى للجيش الملكي. 21 مقابل 23. احتجاج كبيرة جاء تقريبا على الكرة اللي ما عرفش انا بضبط فريق الجيش الملكي بتسوق، واحتجاج لانه تخوف انه ديك النقطة كانت تكون نقطة تحول بالنسبة للجولة، ولكن بالفعل هناك قرار ديال الحكم الأول. الإرسال من جيش الاتحاد الرياضي لحمزة غربي.
فيزيد وزوغار يرتقي ويسدد ويفوز بالنقطة 24 مقابل 21. هنا الخبرة وهنا التجربة التي تحكم. انه فيزيد كيوقف كيوقف كيشوف الصد، يعني كاين هناك لاعب واحد اللي كان قدامه في الصد وكيعطي الكرة للاعب اللي قدامه بالضبط، يعني اسرع لاعب اكيد لو سونترال اللي قدامه باش ياخذ النقطة، وهذا هو كان زوغار قدامه كسونترال. نعم كلاعب وسط. نعم جميل. هنا نوفل المسكالي، دائما كنقولوا ان الموسع هو تنفيذ الارسال. او زهير القراوي كان يحاول تمويه لكن ضائعه وربما لم تكن ذكيه بالنسبه لزهير القراوي، ضيع فيها نقطه اخرى. 25 مقابل 21 الجوله الثانيه لصالح الجيش. خبرة ديال الموسع، خبرة الموسع هي اللي كتعطي الامتياز. فكنلاحظوا انه موسع من الطرز العالي كايجاد يزيد امام موسع ديال فريق الاتحاد الرياضي اللي هو كريم العمري. يعني طبعا موسع ديال فريق الشبان، ولكن الخبرة ديال فريق ديال اللاعب من الطراز العالي ديال هشام يزيد هو اللي كيعطي الفرق في هذه المقابلة. أكيد أنه كيقوم في الغرب. هذه كانت أقوى لحظات الجولتين الأولتين. عمر العقيل هنا كنشوفوه فرحة طبعا، فرحة لأنه هنا كيبصم على واحد كيتسنى الكأس الأولى كمدرب. كمدرب طبعا. نعم. والكأس الخامسة كفريق ديال نعم الفريق. والكأس الثالثة في المشوار ديالو بعد السوبر كوب والبطولة الوطنية أو اللقب الثالث. هنا أكيد زهير كل كينفعل لانه كيحس بالثقل اللي ملقى على العاتق ديالو، خاصه انه عنده الدور ديال لو ليدر دو جروب، يعني عنده مجموعه ديال الادوار كيقوم بها. ف اليوم ما كنقولوش فشلوا في الجولتين الاولتين، علاش؟ لاننا ما كانوا متقاربين، يعني شفنا مستوى، يعني كانوا نقطة هنا ونقطة هناك. أنا ما غاديش 25 مقابل 23، 25 مقابل 21، فمجرد أنهم كيرجعوا للنهائيات فهذا فوز. طبعا ولكن أخت سهام أنا ما غاديش نعطيك شي رأي، لأنه حضرت في مقابلة جمعات في البطولة الوطنية ما بين الفريقين فيما يخص الشبان، فريق الاتحاد الرياضي وفريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي بعد ما كان فائز بجوج مقابل بجوج ديال الجولات فتمكن فريق الاتحاد الرياضي من الرجوع في المقابلة والفوز بالمقابلة بثلاث جولات مقابل اثنتين. هذا كيأكد على انه الكره الطائره ما عندهاش واحد الضوابط منطق، ما عندهاش منطق، يعني نقدروا ننتظروا الجوله الثالثه ونشوفوا فريق الاتحاد الرياضي. اكيد حنا كننتظروا الجوله الثالثه وهذا ما قلناه. انا كان مجرد انني نقول انني فاش شفت الصوره ديال الانفعال ديال زهير. نعم. قلنا انه كيتحمل واحد اللعب واحد الثقل اكثر من الزملاء ديالو بحكم انه طبعاً هو اللاعب الدولي. طبعاً هو صاحب الخبره، هو صاحب التجربه. لكن لو ان نقدروا نقولوا انه لو ان كان مع فريق مع القراوي لاعب من الطينه ديالو او من الحجم ديالو. نعم. ومعاه اون دياغونال اللي غيقدر يدير لي روتاسيون معاه وياخذ نقاط. نعم. لوغولي كنظن بان الفريق ديال غيكون واحد التوازن ويكون تكامل ما بين الفريق ما بين الاعضاء ديال فريق الاتحاد الرياضي، غتكون نتيجه تكون اخرى. لكن الكرة الطائرة لا تخضع للمنطق، لان احنا مازال كنقولوا احنا غير لحد الساعة نحاول ان نحلل ما لدينا من معطيات، لكن الاكيد ان قد تجود المباراة بما تجود وقد تميل كفتها للاتحاد الرياضي. نقدروا نشوفوا بعد النفسية اللي غيدخل بها الفريق ديال الاتحاد الرياضي في هذه الجولة الثالثة. الجولة الثالثة فريق الجيش الملكي غادي يبقى باللاعبين اللي بقاو في الجولة الثانية، ومنهم اللاعب رقم زوغار عزيز اللي ضمن المكانة ديالو في هذه الجولة هذه كأساسي، بينما الفريق ديال الاتحاد الرياضي في الجولة الثالثة غادي يدخل كذلك بتغيير ديال الموزع، تغيير الموزع الأصلي، الموزع الثاني اللي هو كريم عمري غادي يخرج وغادي يدخل بلاصتو هشام مهدي الموزع الاساسي، اضافه الى بيرما سعد اللي كياخذ في هذه الجوله هذه المكانه الاساسيه. نعم. ديالو في الفريق. بالفعل هذا هو التغيير اللي كان امام على مستوى الجيش الملكي، فما كيكونش شي تغيير ما كيكونش شي هذا هنايا هذا الطاقم التقني لفريق
الجيش الملكي عمر العقيل وكذلك كيكر الستاتيستيسيان اللي كنشوفوه على الصوره، فهذا هو المكلف بالاحصائيات لفريق الجيش الملكي. هنا الارسال لفيزيد، ارسال لهشام فيزيد، وتنطلق الجوله الثالثه. قد تكون للاتحاد وقد تكون للجيش. هشام فيزيد نفذ الارسال في من اشطبي، العلوي في الاستقبال، نوف المسكالي يرتقي ويسدد لمهدي، وزهير يرجع الكره للجهه الاخرى في حين يرتقي الاسري، لكن تعود جميل جميل، ولكن ما كانش كان موفق بالنسبه للفريق الاتحاد الرياضي. نعم اغربي حمزه، فريق الاتحاد الرياضي كي ياخذ هذا الصد امام اللاعب العسري من فريق الجيش الملكي. جميل، مهدي حجام في التنفيذ، فيزيد تمريره جميله لفيزيد بسرعتها خطأ. لكن كان خطا في اللمسه ديالو، لانه تقريبا بحال كيشد الكره، لانه كان يمكن مشي بالسرعه باش مشى، ما ركزش ربما في السرعه باش مشى الوقت اللي غادي يعمل التمريره ديالو، الكره كتسكنو. هذا عمر العقيل اللي كنا كنتحكوا عليه قبل قليل، هو اللي كيتسنى الكأس الفضية الأولى، يعني كاف في الاستقبال، فيزيد في التمرير، يرتقي نوفل ويسدد، لكن يسدد نعم ويفوز بالنقطة واحد مقابل اثنين. نوفل مسكالي لاعب المنتخب الوطني، اللاعب الدولي، في التنفيذ، جميل 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 جدا. هذا محسن بوخلوس، لاعب الوسط لفريق الاتحاد الرياضي، كيتمكن من هذه النقطة هذه. جميلة. لاعب رقم 11. حمزة أغربي في التسديد لكن ضائعة. تعود النقطة لفريق الجيش الملكي، فارق نقطة واحدة، 3-2. فارق نقطة واحدة يعود أشطبي. وزجار في تنفيذ الإرسال. نذكر الجيش الملكي متقدم بجولتين مقابل شيء. كادت أن تكلف الكثير هذه التمريرة. وهذا الصد عسري يعني قوية جدا، كرة صاعقة يعني قوية جدا. نعم تكون صعيبة على الصد. توفيق العسري، لاعب شاب ومتميز، لاعب دولي، مشارك فرقة المنتخب الوطني، وقد سبق أن شارك في آخر بطولة إفريقية بالقاهرة يوليوز الفارق. في الاستقبال من قراوي يعود، لكن خارج. الآن يعود التقدم لفريق الجيش الملكي بفارق نقطة واحدة، 4-3. بالنسبة لهذا أكيد أننا اليوم كان يعني هارد لاك لفريق اتحاد طنجة أكيد، لكن يعني ربما هذا النهائي الملامح ديالو متغيرة على النهائيات اللي سبقوه في السنوات الأخيرة، فكنا كنقولوها أننا سئمنا من عاود نشوفوا نفس الاسماء في النهائي. بغينا تكون منافسه، بغينا تكون قوه، بغينا تكون نديه باش نشوفوا هذا المستوى في مختلف الفرق الوطنيه. عبد الحق باش اليوم لا جينا شفنا الاتحاد الرياضي يسترجع ويستعيد المكان ديالو رفقة الكبار، بغينا غدا نشوفوا النادي المكناسي، بغينا نشوفوا لوي اسباس، بغينا نشوفوا شباب المحمدي الذي ضاع هذاك الفريق لسبب من الاسباب باش ما ندخلوش في التفاصيل. فبين عشية وضحاها يكون بطل من الابطال الافريقيه والعربيه في
عداد الموتى لأنه يؤسف ويؤسف جدا أننا نشوف فريق من بعد التاريخ ديالو وفي العمق ينضطر بشكل يعني بجرة قلم ما كيبقاش ما بين ليلة ونهار. والأبناء ديالو ما نساوش أن في المحمدية لطالما عرفت المدينة بالكرة الطائرة عبر التاريخ. فبزاف ديال الشباب بزاف ديال اللاعبين بزاف ديال الناس اللي كانوا خدامين في الكرة الطائرة فكان القوت اليومي ديالهم الكرة الطائرة فما بقاش يعني ما بقاتش الكرة الطائرة في المدينة. مؤسف جدا ما كرهناش استرجاع الأمجاد مدينة المحمدية. طبعا هذا بالنسبة للرياضات كاملة كالكرة الطائرة كجميع الرياضات كتعيش نفس المعضلة ونفس المشكل. مشكل دائما كنقولوا مشكل مادي قبل ما نقولوا مشكل ديال التسيير او مشكل ديال اناس. هناك مشكل مادي محض فتقريبا اللي كنشوفوا بلا ما نتكلموا على فريق اتحاد طنجة اللي ربما الا ما كانش اليوم فغادي يكون غدا. اكيد عنده فريق اللي هو فريق كبير متكامل وفريق النجوم ايضا فريق النجوم طبعا ولكن للاسف انه هناك عناصر اللي تصابت واهدرت التاهل يعني بفريق ثلاثه نقاط بالبوانا بيراجي اللي اقدر نقولوا هذا عمر العقيل ديال الاتحاد الرياضي باش نعاودوا نشرحوا للناس حيت قلنا جوج ديال عمر العقيل. هذا هو عمر العقيل ديال لو ستاتيستيسيان ديال الاتحاد الرياضي نوفل بوكالي. نعم إلا كما قلنا ما كاينش كاين فريق نجم ملكي فريق الاتحاد الرياضي فريق اتحاد طنجة كاين فريق كذلك ديال الفتح الرباطي كاين فريق ديال جمعية سلا كاين فريق ديال الجديدة كاين فريق ديال الراشدية كلهم فرق يعني ولكن كنظن بانه العائق كبير امام الفرق. هناك فرق اخرى اللي هي جايه فريق ديال اليوسفيه اولمبيك اليوسفيه اللي الان كنلاحظوا انه غادي يصعد الفريق للقسم الوطني الاول. كذلك عنده عناصر جد متميزه ولكن دائما يغلب المشكل ديال الماده مشكل ديال تنقل الفرق مشكل ديال هاد اللاعبين اللي ربما كما تكلمتي انه كيقتاتوا او كيعيشوا بعض الاوقات من هاد الرياضه الرياضه بالضبط. فهذا نداء انه جميع الفعاليات ديال المدن اللي كتكون فيها هاد الانديه انه كيتسمى فريق المدينه ماشي فريق شخص او فريق شركه. طبعا فانا ملي كنمشي نلعب بواحد القميص كنلعب قميص ديال مكتوبه فيه اتحاد طنجه ومكتوب فيه مكتوبه فيه شباب المحمديه او اولمبيك اليوسفيه اولمبيك الاسفي او اولمبيك اليوسفيه فهذا كنمثل المدينه. فاقل ما يمكن هذه المدينه هذه تعطيني هو انه توفر لي بعض الامكانيات سواء خاصه بالتنقل سواء خاصه بالمعدات سواء خاصه بالتحفيز يعني هادو هادو شباب. والكرة الطائرة ماشي كرة الطائرة جميع الرياضات الآن عندها ملتزمات عندها مستلزمات عندها مجموعة من الحوايج اللي هي كتسوى الفلوس كما كنقولوا. فما يمكنش نتقدموا بكرة الطائرة إلا ما كانش إمكانيات مادية. الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة وللأسف يعني كتحاول تعطي ما في جهدها باش تعاون الفرق اللي هي كتمارس تحت اللواء ديالها كتعاون كذلك العصب كتعطي بالنسبة للفئات الصغرى. نعم الفئات الصغرى كتحاول ما امكن باش تعفي عليهم داك الرسوم ديال هذوك الرخص كتحاول تساعد فيما يخص تنظيم البطولات على الصعيد الجهوي. نعم. كتحاول ما امكن باش حتى دوك كما كنقولوا التحكيم كذلك كتعاون انديه فيما يخص تحت تنقل يعني الانديه من الكيلومتر. نعم. ديال الانديه كتعاون. اذا هذا ما يمكنش الجامعه تتكلف بكل هذه الاشياء هذه بالضبط في غياب مساعدات انخراط فعاليه المدينه الوزاره يعني من جهتها كتعمل اللي في جهتها ولكن كنظن بانه لازم من تحرك فعاليات ديال المدينه باش تعين وباش تنقذ هاد الانديه من النتار ومن من 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 الفناء. اكيد سبعه مقابل سبعه الجوله الثالثه. سهيل القراوي في الارسال يانيك في الاستقبال والتمرير لفيزيد اشطبي يسدد تعود الكره للجهه الاخرى. خطا ديال المذيع خطا و النقطه للجيش الملكي 8 مقابل 7 وقت تقني مستقطع. الجامعه الملكيه المغربيه نرجع للكلام. نعم. الحديث ديالنا يعني عندها مجموعه من الورشات اللي كتعمل فيهم داك الشيء سواء على الصعيد الوطني على الصعيد الجهوي
فإلى لاحظتي الموسم كانت كأس العرش في مدينة العيون. نعم. كانت كذلك الكأس الممتازة في قلعة الصراغنة. يعني قبل ذلك في مدينة الحسيمة. فهذا شيء جميل، هذا هو اللي يمكن تعمل الجامعة الملكية المغربية. كاين ورشات على الصعيد الدولي، يعني كما كنسميوها لا ريبريزونتاتيفيتي التمثيلية داخل المنظمات الدولية، باش يمكن كرة الطائرة الوطنية توصل المبتغى ديالها لازم باش تدافع عليها. وهنا هنا كنرجع انه هناك اعضاء ديال المكتب المديري الجامعي الملكي المغربي لكرة الطائرة في منظمة افريقيا سواء لكافيبي او الاتحاد العربي، هناك السيدة بشرى حجيج اللي هي الان مرشحة كعضوة الاتحاد، عضوة في المكتب التنفيذي للجامعة الدولية لكرة الطائرة، بعد ما حصلت على مجموعة من المناصب كنائبة رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة الطائرة، وكذلك كرئيسة الكرة الطائرة النسوية بالاتحاد العربي، وكذلك كعضوة في الاتحاد اللجنة النسوية. نعم، وكعضوة في اللجنة الأولمبية الدولية لكرة الطائرة. هادو أشياء اللي ربما كتسعى الجامعة الملكية المغربية باش تسوق، بالغير إضافة إلى العمليات ديال تكوين الحكام، تكوين المدربين. هذا يعني أشياء جميلة، ولكن هادشي كله كنقولوه ويشهد لكم كمكتب جامعي وكإدارة جامعية، لكن اليوم نتحدث عن انخراط الفعاليات المدنية في مختلف بقاع المملكة، لأننا بحاجة لتأطير شبابنا، لتوجيهه للرياضة، للبحث عن الأبطال التمثيلية المغربية داخل وخارج. فقط كمثال اللي كناخذوا هذا المثال الحي ديال كمثال حي، هذا الفريق ديال الفيكيك اللي هو عمل هاد 1300 كيلومتر باش يوصل لمدينة عسبي. كنتسائل شحال طلب منه ديال المادة باش يوصل بهذا الجمهور، بهذا الفرق ديالو، كيفاش هاد الوداد جاو. يعني هذا سؤال مطروح، يعني لو ان المادة ما كاينه شايفة كنظن بانه الفريق عمره ما كان يوصل لهذا. انا كنقول ان هذا عمل خصو يكون على مستوى الموسم باكمله، ويكون ايضا عمل اجبار الانخراط، اجبار. انا ما كنقولوش اجبار لان ماشي بالقوه، ولكن كنقول ان ربما تعديل قانون انخراط الفعاليات المدنيه من مجالس منتخبة، من جماعات في هذا المشروع، مشروع تعميم الرياضة، مشروع توسيع قاعدة الممارسة الرياضية. نوفل يسدد لكن خارج الميدان، سعود مقابل 8. نعم، احنا دخلنا في واحد النقاش اللي هو مهم بزاف بعد، ولكن للاسف انه ملي كنلاحظوا ان الدول المتقدمه فيما يخص كره الطائره كنلقاو ان المستشهر موجود، لانه هناك مادة، هناك واحد البرودوي اللي كيكون كما كنقولوا عنده، كاين هناك التلفازة، كاين اللي متبعة لجميع الأنشطة، كاين هناك كما كنقولوا تفكير ديال إشهاري، تفكير أنه كاين كانت هي كتسمى ميديا بلانينغ، او كيكون غالبا عند كل الجامعات وكل الفرق، ماشي بالشرط يكونوا جامعات، يكونوا نوادي، يكون عندهم هذا الميديا بلانينغ سور لو مويان سور لو بوتي لو كور لو مويان اي لو لون تيرم. ولكن حنا الان كنتحدثوا مجرد انخراط فعاليات، مجرد تحسيس ان هذه الرياضه مهمة. وخصنا ناثروا شبابنا للرياضه وللجهه، ونبعدوهم على مجموعه من الاشياء اللي غادي تاذيهم. 10-10 نعود للمباراه التعادل، من سيفوز بهذه الجوله؟ التعادل والارسال عند فيزيد لحجام، ويسدد بارتقاء 11-10. اللاعب دائما محسن اللي هو لاعب وسط لفريق الاتحاد الرياضي، هذا لمسه ونقطه اضافيه. نعم، لكن بكل تفاؤل، املنا كبير في كل الشباب وكل الاعيان اللي على رؤوس مدننا المغربيه باش ينخرطوا ويشجعوا الشباب على هذه الرياضه ومواصله ما اشار اليه صاحب الجلاله الملك محمد السادس في الانخراط ايضا والرياضه، وفي الانخراط في العمل الاجتماعي والرياضي بتأسيس منشآت رياضية
بإنشاء جمعيات رياضية أيضا. فهنيئا لنا بما وصلت إليه الكرة الطائرة اليوم في انتظار ما ستجد به الأيام المقبلة وفي انتظار انخراط باقي الفعاليات للنهوض بهذه اللعبة. نوفل في الإرسال نفد وهناك زهير يرتقي لتسديد لكن العلوي في الاستقبال نوفل يعود يانيك وصد من الجهة الأخرى زهير يحاول ارتخاء الحزام لكن الكرة للاتحاد الرياضي 13 مقابل 11 التقدم هذه المرة للفريق البيضاوي. فكم تقرر انه الى تمكن فريق الاتحاد الرياضي من انتزاع هذه الجوله هذه فغادي يكون المقابله ربما تاخذ اتجاه آخر. هي غالبا ما تتغير المباراه في الجوله الثالثه يعني طبعا كما قلنا في الاول انه كانت عمليه ديال جس النبض شفنا بانه المدربين بجوج كيفاش كيعملوا الصد ديال كل فريق كيفاش كاين عمليه التوزيع ديال الموزعين بجوج كيفاش كيتعملوا شكون هما اللاعبين الوسط شكون اللاعبين الهجوميين اللي كيشكلوا خطر على الفريق ديالنا. هنا كل فريق خدا واحد النظره كبيره على الفريق الخصم وكنظن بانه الان توضحات الامور والفريقين غاديين في الجيش الملكي يطلب وقت مستقطع قبل ان يتوسع الفريق ويتسع الفريق والان ثلاثه نقاط الى اخضر وتسع اكثر ممكن يشكل خطر طبعا وماشي من صالح الجيش الملكي نهائيا انه يعطي فرصه للاتحاد الرياضي باش يفوز بهذه الجوله لانها تقدر تكون الجوله اللي تقلب المباراه ككل. طبعا اختيار فجوج نقاط لان الفريقين بجوج هما في واحد النديه السكور متقارب يعني الا كان فريق فات فريق لاخر بجوج نقاط او ثلاث نقاط فهذا كيشكل خطر كبير على كما كنقول لا سويت ديال الجوله او المقابله. جميل نعود لاطوال المباراه أغربي حمزة في الإرسال أغربي حمزة في تنفيذ الإرسال ينفذ العلوي في الاستقبال يمرر فيزيد و يعني التغطية ديال الصد التغطية ديال الصد ديال فريق الاتحاد الرياضي ما كانش في المستوى المطلوب لاحظ معايا التمريرات ديال هشام يعني بكل صراحة يعني فكذلك زوكار الرؤيه ديالو انه ملي كيشوف الصد كبير قدامه وانه كاين هناك دائره خاويه قدام ضروري باش ياخذ النقطه ديالو. زوكار في التسديد او في تنفيذ الارسال كرة حجام زهير يرتقي واوت جميل لاعب من مستوى من الطراز العالي 15 مقابل 12 لاعب من مستوى ومن الطراز العالي لاعب قراوي نعم 15 مقابل 12 لزهير القراوي او للاتحاد الرياضي بنقطة زهير القراوي نعم كذلك لاعب من اخلاق عالية ديالو نعم يمتاز بالهدوء وبالثقة العسري ينفذ لمن للجيش 16 مقابل 15 فريق نقطتين فقط هذا الحكم الاول ديال المقابلة هو زيوز احمد نعم هو من مدينه اكادير تغيير ديال اذا دائما العاقل غزاني يخرج بلاصه فيزيد هذا هو التغيير التكتيكي اللي كيعملوا للمره الثانيه المدرب ديال فريق الجيش الملكي العاقل عمر كيخرج الموزع امام نعم الموزع الثاني كيدخل يدخل زناتي بلاصة زوكار و كيدخل الموزع الثاني رازاني إصابة سعد سعد
رقم 7 ولا رقم 8 رقم 6 اغربي حمزه اغربي كان متميز طيله المباراه صراحه اغربي حمزه. نتمنوا ان الاصابه ما تكونش على مستوى الركبه ديالو، الاصابه كانت على مستوى الركبه لا الكتف ديالو الكتف ما كيتبينش لناحيه الكتف على مستوى الكتف بالفعل. رقم 6 اغربي حمزه كنتمناو انه يتمتع الشفاء ويعود مع الزملاء ديالو باش يواصلوا المباراه نهائي كاس العرش اللي كنتابعوها مباشره من القاعه المغطاه بمدينه اسفي، هذه القاعه اللي شهدت اليوم جميع نهائيات كاس العرش لجميع فئات البطوله الوطنيه لجميع فئات الكره الطائره الوطنيه صغار طبعا هذه فتيات وشبان. هذه المقابلات هي اللي المقابلات اللي كتختموا بها الموسم الرياضي 2015-2016 من بعد المقابلات النهائيه ديال جميع الفئات سواء مدينه مكناس او مدينه تطوان. نعم 15 مقابل 13 لصالح الاتحاد الرياضي ورزاني أو زنتي محمد كان في التنفيذ بلوك وللجيش موسع يعني 15 مقابل 14 كان يعطيها القزاوي كان التغيير اللي عطى الثمار ديالو التغيير التكتيكي اللي قام به عمر العقيل كاين اللاعب رقم 11 اللي هو رزاني نعم رزاني هو اللي دخل بلاصه هشام لا بلاصه طبعا هو بلاصه هشام نعم من هشام زهير و خطا الخطا 15 مقابل 15 كيكون الفريق الاتحاد الرياضي غادي في مستوى جميل ولكن بعض الاخطاء نيد كانت التجربه ما تتحدثوا حنا على لاعبين كيف ما قلنا دوليين للمنتخب الوطني كتحدثوا على نجوم كتحدثوا على لاعبين واخا ماشي في المنتخب الوطني فهم لاعبين ديال التجربه منهم اشطبي منهم الزناتي منهم مجموعه ديال الاسماء هشام هنا كاين بيرما انا كنلاحظوا ان الفريق ديال الاتحاد الرياضي تقريبا ما عرفتش كيفاش ولكن الموزع الاساسي اللي هو اللاعب رقم جوج اللي هو الحجام ما دايرش تقريبا كلهم لي بار ديالو بني ولا كيدير لا بال مونشيت يعني فقد الثقه بنفسه فكنلاحظ كنظن انه حان الوقت انه يتغير يرجع اللاعب او الموزع الثاني اللي هو العمري كريم انه الان ثلاثه نقاط او اربعه نقاط متتاليه للفريق الجيش الملكي هذا ما كيبشرش بالخير بالنسبه للفريق بعد ما كان متقدم باربعه نقاط بالفعل عنده صعوبه باش لان الكره الاولى اللي كانت عطاها اللاعب اللي كان قدامه في وسط الشبكه وكاين القراوي في البوست رقم اربعه وما عطاهاش الكره هذا كنلاحظوا ان الموسع الثاني في عمليه تسكينيه العمري كريم غادي تبدات عليه بعد قليل 15 مقابل 16 للجيش وغادي يتم طبعا يتم التغيير ديال الفريق ديال الموزع الفريق او انتظروا فريق الاتحاد الرياضي هل سيعود هل سيفوز بهذه الجولة؟ الزناتي محمد في تنفيذ الإرسال. زهير فبال وحجام ثم بيرما ساعات كيجيب نقطة. كيجيب نقطة ويعادل النتيجة. يعادل النتيجة 16 مقابل 16. ترى من سيفوز بهذه الجولة؟ هل سيتوج فريق الجيش الملكي مرة أخرى بثلاث جولات لصفر؟ أم سيرد الاتحاد الرياضي ويفوز بهذه الجولة؟ صد جميل لكن كانت متابعة من الجيش الملكي من؟ أوت 14 مقابل 16 للجيش فضروري بان فريق الاتحاد الرياضي ما خصوش
يعطي الفرصه للفريق الجمركي باش يزيد نقطتين متتاليتين، خصو يبقى معاه نيت من نيت نقطه نقطه تلو اخرى. بالفعل زهير في الاستقبال يعود الارتقاء ليسجل لكن اوت لكن اوت 18 مقابل 16. التغيير التكتيكي اللي عمل المدرب العاقل يعني عطى الاكل ديالو اكيد، فهو خرج الموزع اللي هو هشام فازي باش يخلي واحد لاعب الصد اللي هو اللي دخل دابا عاد رزاني يعمل الصد امام امام القراوي. جميل يانيك في الارسال هشام من كرة سهلة كرة سهلة كرة سهلة هنا فقط التجربة الموزع الموزع يعني بجمالية كبيرة وحكمة يتمكن الجيش الملكي من العودة في النتيجة وتفوق بثلاثة الجولات ثلاثة ديال النقاط ووقت مستقطع من طرف فريق الاتحاد الرياضي في هذه النقطة هذه النقطة رقم 16. أكيد أنه هناك خلل هناك خلل جميل لدى فريق الاتحاد الرياضي لانه يعني واخا كيتفوق في النتيجه سرعان ما كيرجع للجيش الملكي. انا كنقول انها ليس فقط يعني خلل بل هو ايضا يعني عامل خبره وتجربه من الجهه الاخرى، لان الجيش الملكي يعني غير بالنظر للوجوه كنشوفوا بلا كاينه خبره وكاينه كاين ثقل مقارنه مع الـ مع الـ مع الـ اضافه ان الفريق الجيش الملكي ما كيبدلش اللاعبين ديالو تقريبا الى حتى واحد الحاجه، انه السته اللاعبين اللي كانوا هما الاصليين اللي كاينين اللهم هذاك التغيير اللي كيعمل ديال التغيير التكتيكي تكتيكي اضافه الى اللاعب زوكار اللي كيدخل مره او جوج، ها هو اللاعب زوكار ربما غادي يعمل تغيير كذلك. فهذا هو بينما فريق الاتحاد الرياضي هو كيغير عاوتاني الموزع ديالهم بعد ما لاحظ المدرب التواتي ان الموزع هو رقم جوج. نعم اللي هو هشام ما قدرش يانيك في تنفيذ الارسال. جميل في الاستقبال من واو 20 مقابل 16. هنا دخلنا في النقطة 20 وغيصعب مع الرجوع في المقابلة من طرف فريق أربعة نقاط كفارق صعب جدا. هذا الجيش الذي تعود على البوديوم مؤخرا تعود على البوديوم تعود على التتويج. جميل لمسة الشبكة من طرف اللاعب رزاني 17 مقابل 20 ثلاثة نقاط. بالفعل ثلاثة نقاط ماشي بشيء سهل خاصة في هذه الأوقات من المباراة. كرة أوت ونقطة إضافية 21 مقابل 17. نعم نقدروا نقولوا انه الفريق ديال الجيش الملكي يفوز للمره الخامسه بهذا الكاس كاس العرش موسم 2015 2016. نقدروا نقولوها بالنظر ان شفنا كاين تراجع في المستوى ديال الاتحاد الرياضي. نعم زهير زهير كيبقى ما بين خيرة من احسن لاعب واجود لاعبين. اجود لاعبين رجل كان كيف ما قلنا لو كان لاعب اخر من الطينه ديالو في المستوى ديالو من الجهه الاخرى ممكن اننا نشوفوا مباراه بشكل اخر، لكن اليوم هو يقوم يعني بمجهود كيف ما قلنا لو ليدر دو جروب حاول ما امكن جاهد انه يعتق، لكن هنا هادو اخطاء ديال الخبره هادو اخطاء ديال الخبره سيد حق متفق معايا لانه حتى اللاعب رقم 11 اللي هو ديال فريق الاتحاد الرياضي وحسين كره طايحه قدامه ما قدرش نعم هذه خطا ديال الخبره وديال يعني
مع الاسف ما يمكنش نشوفوا بحال الاخطاء في مباراه نهائيه بين فريقين كبيرين. كلهم شبان ما نساوش هو غادي يخرج دابا ديك الساعات عاد دابا المدرب غادي يخرج اللاعب رقم 11 دا محسن ويدخل اللاعب رقم 7 تدري زهير مسكون حمزه او حمزه مسكون مسكون 18 مقابل 22 الرجوع طبعا للاعب القراوي فما يمكننا نقولوا الا انه رجل مقابله لان كنشوفوا التحركات ديالو كيفاش كاينه العمليه الهجوميه ديالو كيفاش كاينه يعني من خلال الفريقين بجوج فاللاعب القراوي يعني البصمه ديالو كاينه اكيد فهو من اللاعبين اللي اللاعبين اللي ديال الفرجه ديالو سبيكتاكل كنشوفوه وهذا اللي كيخليه يعني كيتميز في الكره الطائره الشاطئيه رفقه السي محمد عبيشه اللي انهم كيشكلوا واحد ثنائي رائع رائع يحسب له الف حساب على المستوى العربي والافريقي. انا هذه دعوه للجمهور الرياضي ديال كره الطائره باش يتابع المقابلات ديال البطوله العربيه لكره الطائره الشاطئيه اللي غادي تكون في مدينه جديده. صراحه لان هذا الثنائي يمتع ويبدع. هشام فيزيد في تنفيذ الارسال والاستقبال لبيرما يعود من حجام في الصد. تعود العسري ويسجل لكن في استقبال زهير يحاول التنفيذ وبلوك بلوك لنوفل جميل لكن بلوك جميل جدا قراوي كره خارج ثلاث امتار نعم شوف شو ارتفاع كبير خارج ثلاث امتار ولكن هناك صد هناك زوكار بالاضافه لمسكالي جوج ديال اللاعبين قامه طويله كله باش يجيبوا هذا فيزيد في التنفيذ و نقطة المقابلة كابال دو ماتش اذا نقطة المقابلة ديال فريق الجيش الملكي جميل نقطة المقابلة بالفعل هذه هي المباراة النهائية اللي فقط هي نقطة المباراة اللي كتحصل الجيش الملكي على الكأس الخامسة الفضية على التوالي هشام فيزيد في تنفيذ الإرسال قد تكون آخر إرسال في المباراة يضيع 19 مقابل 24 صعب جدا لا صعب صعب يعني صعب ما يخص كرة الطائرة غادي يكون عند فريق الجيش الملكي تقريبا صعب إلى الاستحالة يعني صعب نقول لك سبعة ديال الكرات ديال المقابلة يعني جميل إرسال الاتحاد الرياضي و الكرة الثانية مرة أخرى 20 مقابل 24 الاتحاد الرياضي إرسال والاستقبال من يانيك فيزيد في التمرير ونوف المسكالي يعود زهير يستقبل والتمرير نهاية المقابلة 25 مقابل 20 فوز الجيش الملكي بثلاثة الجولات مقابل لا شيء صراحة تحية أيضا لفريق الاتحاد الرياضي سعد الحق لأنه فعلا قام بمجهود أنه يوصل للمباراة النهائية ويقارع الفريق كان دائما قريب الفريق كان دائما قريب قريب يعني ثلاثة ديال النقاط أو أربع نقاط ديال الفرق فهذا شيء يعني لو فريق الاتحاد الرياضي تمكن أنه يعرف نقاط ضعف فريق الجيش الملكي كان ياخذ واحد الجولة أو جوج ولكن هذا هذه تجربة فريق الاتحاد الرياضي هو آت وأعطى عطانا كما كنقولوا واحد انذار يعني الفرق الوطنيه الاخرى فريق الجيش الملكي او فريق الاتحاد الرياضي الاتحاد الطنجاوي انه فريق الاتحاد الرياضي هو قائم وقادم قريبا نعم بالفعل اكيد اننا اليوم كنتحدثوا على فرحه وتتويج ف
تفاصيل الجولات 25 23 25 21 20 25 للجيش الملكي. كانت هذه هي المباراة النهائية في انتظار التتويج وفي انتظار توزيع الجوائز وحمل الكؤوس والبوديوم، بوديوم كأس العرش 2015-2016. عبد الحق التلماني المدير الإداري للجامعة كنشكرك على مرافقتك لنا خلال هذا التعليق الحي والمباشر من مدينة أتفي، إلى فرصة مقبلة بحول الله. شكرا سيام وشكرا إلى قناة الرياض. شكرا لك سي عبد الحق. إذا مشاهدينا كيف ما قلت اليوم كانت مدينة أتفي كتحتفل بالكرة الطائرة بكرة بالرياضة هذه الرياضة بمختلف فئاتها من فئات الصغار الشبان والشابات الفتيان والفتيات وكذلك السيدات يعني كبار وأيضا السينيور اليوم اللي شفناهم في هذه المباراة الأخيرة. فكنذكر أن في فئات الصغار فاز فريق مستقبل درب السلطان على فريق قلعة أسرغنا، على مستوى الفتيان فاز فريق الاتحاد الرياضي على حساب فريق اتحاد طنجة، في فريق في فئة الفتيات يفوز فريق مستقبل درب السلطان مرة أخرى على فريق اتحاد طنجة، أما في فئة السيدات فتفوز فريق أو فيفوز فريق الاتحاد الرياضي على حساب فريق الجيش الملكي، فريق واحد فيجيج يفوز أيضا على فريق نادي الرياضات المتعددة الرشيدية، وفي الأخير مباراة القوية مباراة الأخيرة فاز خلالها فريق الجيش الملكي مرة أخرى على حساب فريق الاتحاد الرياضي. أكيد أننا اليوم شفنا فريق الاتحاد الرياضي يعود للأضواء ويعود للنهائيات بعد ما غاب طويلا، فمنذ 2008 غاب لمدة تقريبا 8 أو 9 سنوات على النهائيات، هو اليوم في النهائي. أكيد أننا ما يمكن لنا إلا أن نرفع القبعة تحية لكل مكونات الاتحاد الرياضي اللي مر للنهائي على حساب فريق اتحاد طنجة، ويلتحق بسمير تشر مدرب فريق اتحاد طنجة، وقلنا اليوم سمير أهلا بك على قناة الرياضية مباشرة من قاعة المغطاة بمدينة أسفي. أهلا بأختيام وبمشاهدي الكرام. مرحبا بك سمير، اليوم شفنا اكيد عرس رياضي بامتياز، مدينه أتفي احتفلت بالكره الطائره، اشنو تقدر تقول لنا على هذا اليوم اللي كان اكيد يوم حافل بالمفاجات، حافل بالذكريات ايضا؟ في الحقيقه اليوم اللي سيت الانتباه هو تاهل يعني فرق الفتيان والشبان كفريق فيجيك وفريق الرشيديه، وخصوصا ان هذا اليوم عرف المشاركه ديال فريق الفتيات وفتيات اتحاد طنجه قلعه درب السلطان. بالنسبه اكيد انك تابعتي مباراه الشبان ما بين واحد فيجيك وكذلك النادي الرياضات المتعدده الرشيديه، وشفتي هذاك المستوى اللي كان في هذيك المباراه، شنو تقدر تقول لنا عليه؟ فاحنا كنا كمتتبعين قلنا اننا احنا استمتعنا بالمباراه صراحه. الحقيقه المستوى اللي ظهروا به اللاعبين ديال هاد الفريقين وهو تيبشر بالخير، خصوصا ان الكره الطائره احنا شفنا مده طويله احنا عارفين بان مركزه في الرباط، مكناس، الدار البيضاء، طنجه. الان احنا تنشوفوا بان فرق يعني تتاهل لهذه النهايه، فرق اللي الكثير اللي ما كانوش يراهنوا عليها، ولكن هي الحضور ديالها كان قوي وبينات على كفاءات كبيره خصوصا في دور الاقصائيات. كفريق فيجي والراشدين يقدروا انهم يقصيوا فريق الجيش الملكي اللي تعرف بان فيه مجموعه كبيره من اللاعبين الشبان اللي تنتمي للمنتخب الوطني، كذلك فريق ديال الاتحاد الرياضي. هذا تيبشر بالخير وتيبشر يعني بفرق اللي
اللي غادي تجينا من مناطق اخرى، وهذا الشيء اللي كانت تطمح له الجامعه في يعني في واحد الوقت، وحاولت انها تنشر هذا الرياضه هذه في جميع المدن ديال المغرب. اكيد اننا شفنا اليوم كان تعدد، يعني كانت حضور يعني فرق من مختلف ربوع المملكه، وهذا شرف للكره الطائره وشرف ايضا لكل المحبين ديال هذه الرياضه. الى تحدثنا معك على فريق اتحاد طنجه وغيابه بفريق 3 نقاط فقط اللي منعته انه يكون اليوم في هذا النهائي، اش نقدروا نقولوا على الفريق؟ اكيد انه منعته مجموعه من الاصابات، مجموعه من الغيابات، لكن ربما منذ 4 سنوات وحنا كنشوفوه في النهائي او 5 سنوات فهو اليوم غائب، اش نقدر نقولوا ليه مستقبلا سمير؟ بالنسبه لفريق اتحاد طنجه كل عارف الظروف ديالو اللي مر بها هذه السنه، ويعني الاصابات اللي وقعت للاعبين ديالو، ولكن هذا ما بالنسبه لنا حنا ماشي عذر يعني كافي باش نقولوا ان الفريق يعني ما حصلش على الحضور ديالو هنا في النهائيات. الفريق تنظن انه وصل لواحد المستوى اللي لازم عليه انه يراجع الاوراق ديالو، الفريق اللي الان المسيرين ديالو مقتنعين بان خاص يوقعوا فيه واحد المجموعه من التغييرات. هذه الفرق الكبيره بحال هذا الفريق هذا اللي تعرف نتائج كبيره يعني لمده سنوات، بطبيعه الحال انها توصل الوقت لانها تتعرف واحد الفتور، وهذا فريق اللي يمكن له في اي وقت يرجع لساحه التباري ويرجع بقوه. نعم، تنظن ان المسؤولين واعيين بهذا الشيء. الان كنتحدثوا معك سمير على اساس انك انت هو المدرب الفريق الاتحاد الرياضي، ولكن اتحاد طنجه عفوا، ولكن ما يمكنناش تكون معنا وما تحدثوش على فريق النادي المكناسي سمير، وما يمكنناش تحدثوا على فريق من الفرق العريقه اللي ترعرعتي فيه، وكنا وعودنا حتى هو خلال سنوات وسنوات انه دائما يكون في البوديوم. فريق النادي المكناسي هذيك قصه طويله بحسره. تنظن ان فريق النادي المكناسي يبقى هو، انا بالنسبه لي يبقى هو اكبر مدرسه ديال الكره الطائره في المغرب يعني عبر التاريخ. نعم. يعني اكيد ان الان يعني اللاعبين ديال النادي المكناسي مازالين تيأتوا يعني الفضاء ديال الكره الطائره، المدربين المسيرين. اكيد. فريق النادي المكناسي لازم عليه يرجع، لان كرة الطائرة في مكناس فهي ثقافة ماشي رياضة عادية، فهي ثقافة غير مسموح لي أننا ما بقاوش نسمعوا بهالطريقة. أكيد وهي ما كاين مشكلة أن يوقع فوتور في وسط واحد الفريق، راه عادي يعني ماشي شي حاجة اللي هي ماشي طبيعية. اللي ماشي طبيعي هو الفريق ياخذ واحد الوقت طويل باش يرجع، وتنظن أن الآن راه النادي المكناسي عنده من الإمكانيات باش يرجع لساحة التباري، تنظن نقدروا نشوفوه في المستقبل إن شاء الله. كنتمناو نشوفوه فالنادي المكناسي، وحنا كنتحدثوا عليه بكل حسرة، لأننا أكيد أننا بحكم الانتماء وبحكم مجموعة من الأشياء كنتمناو أننا نشوفوه قريب يرجع للأمجاد، ليس فقط كرة الطائرة بل كرة اليد أيضا اللي كنهنؤوا أنهم رجعوا للقسم الوطني الأول، فكنتمناو أنهم يواصلوا المشوار. غادي تتابع معايا سمير مختلف أطوار التتويج أو توزيع الكؤوس والجوائز. بالفعل حضروا مجموعة من الفعاليات بمدينة أسفي، منهم والي المدينة وكذا الأول جهة، مجموعة من الفعاليات المدنية والعسكرية هنا بمدينة أسفي. أكيد أننا اليوم كنتحدثوا على ستة ديال الفئات أو أكثر، فاليوم كان مدينة أسفي عاشت على هذا الايقاع ولا ايقاع الفوليبول، واش هاد المدينه تستحق احنا دوزنا اليوم ان يكون عندها فريق كيمارس على المستوى العالي في البطوله الوطنيه في المستوى القسم الوطني الاول، خاصه وان عنده قاعه ممكن يستغلها على مستوى المباريات. حقيقة مدينة أسفي فهي أولا تنشكروا على الاستضافة ديالها لهذا الحفل هذا، وهي عندها من الامكانيات اللي يسمح لها باش حتى هي تخلق فريق اللي يمكن له يتنافس على بزاف ديال
الأجياء نعم. وبزاف ديال الواجهات عندها قاعة كما تنلاحظوا أن عندها قاعة جميلة، قاعة اللي يمكن لها متكاملة يمكن لها تصلح لها التكوين، تكوين اللاعبين الشبان. الجامعة هذه السياسة اللي لهذه واحد السنين يعني قايمة بها أنها تنظم هذه النهائيات كل مرة في منطقة من المغرب، فلا بد غادي تجني الثمار ديالها لأنها تسمح لجميع يعني الفئات انهم وفي جميع المناطق انهم يشوفوا اللاعبين ديالهم، يشوفوا يعني يشوفوا داك لي ستار ديالهم في الكره الطائره، تكون عندهم واحد لا ريفيرونس، تكون عندهم يكونوا عارفين شنو عندهم في يعني في الرياضه الوطنيه ديالهم، شنو الامكانيات اللي عند اللاعبين ديالهم. هادو كله تيسمح ان الشبان ديالنا والشابات ديالنا انهم يتعاطوا لهذه الرياضه هذه. اكيد تنتمنى ان المسؤولين في هذه المدينه هذه يعطيو امكانيات لهاد الناس هادو باش هما يزاولوا هذا الرياض. اكيد هادشي اللي خاص وهادشي اللي قلنا حتى مع اللي سبقوك معنا اليوم، فقلنا ان يجب انخراط الكل، انخراط الفعلي ديال جميع الفعاليات اللي بغينا نشطوا بهذه الرياضه. شأنها شأن جميع الرياضات، فالرياضة الآن ورياضة اليوم هنا في 2016 فهي رياضة استثمار، رياضة يعني مشاريع، هي مهنة أكثر من أي هواية. فالآن الناس كتحترف هذه الرياضة وكتكسب منها القوت ديالها. هنا بدنا بتوزيع الجوائز والبداية مع فريق صغار مستقبل درب سلطان الذي انتصر على حساب فريق قلعة الصرغنة بجوز جولات مقابل لا شيء. هذا فريق الشبان واحد فيك. نعم هذا احمد كرومي، مع العلم ان الكره الطائره في فيك نعم. هي الرياضه الشعبيه تنضمن عندهم. نعم وما عندهمش يعني رياضات، ما تنظنوش عندهم رياضات اخرى من غير الكره الطائره. يعني عطينا واحد القيمه كبيره في واحد فيه، وهذا الانجاز هذا فهو تيصب في الاهتمام اللي عاطين هذا الشبان هادو. جميل هادو هما هذا ربما رجل المباراة النهائي ديال الشبان ديال واحد فيكيك بامتياز، لانه كان عنده واحد المميزات وواحد المهارات اللي اثارت اكيد كل فضول. والقامه ديالو تبارك الله والارتقاء ديالو كان عالي، وكان اثار يعني اكيد الفضول ديال كل المتتبعين لنا بما فيهم انا، لانني انا اعجبت به كلاعب شاب ومستقبل واعد ان شاء الله. بالنسبه للاكيد اننا اليوم كنتحدثوا على مختلف الفئات، فكنتحدثوا على فتيان وصغار وفتيات وفتيان وشبان وسيدات. فئات الاتحاد الرياضي لفئه الفتيان، اول لفئه من الفئه الكبار. الكبار هذا زهير القراوي عميد الفريق. سيد محمد القراوي هذا بالنسبة لي أنا هو لاعب مثالي، لاعب أنا كنقول أنه كان رجل المباراة بامتياز نهائي، يعني أكثر من رجل المباراة فهو يعني من أحسن اللاعبين اللي عندنا الآن في الساحة الوطنية ومن أحسن اللاعبين اللي في الفريق الوطني المغربي. كنا سمعنا أنه يقدر يلتحق الموسم المقبل باتحاد طنجة، ماذا تقول سيد سمير؟ ما كرهتيش؟ ما كرهتش شايف الحقيقة ولكن هاد المعلومه خصك انت تعطيني عليها اكثر من المهم انت عارف وقيلا اكثر مني. لا 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 فقط انا سمعناها ربما في كواليس من ناس ماشي مسؤولين، سمعناها ربما من الشارع ديال الكره الطائره في الدار البيضاء، وسمعناها في الكره الطائره الشاطئيه انه ربما يلتحق بفريق
الفريق اللي يقدر ربما من الناحية المادية يربح فيه أكثر. هادشي اللي سمعنا مقارنة مع الاتحاد الرياضي. ولكن حتى الآن مازال ما كاين عميد الفريق نوفل المسكالي، هذا عميد فريق الجيش الملكي اللي توج بطل مرة أخرى للمرة الخامسة على التوالي بكأس الفضية. هنيئا لفريق الجيش الملكي وهنيئا لفريق الاتحاد الرياضي أيضا سمير. الاتحاد الرياضي انا اللي يمكن لي نهضر عليه هو ان فريق اللي تيكون لاعبين تيكون شبان هذه مده. انا اللي خدا المشعل على 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 النادي المكناسي اصلا هو الاتحاد الرياضي، والعمل اللي تيقوموا به المدربين ديال الاتحاد الرياضي فهو عمل كبير ومشكورين عليه، وهما اللي سامحين واحد الناحيه وما فرق اخرى ان البطوله تبقى يعني تتلعب بهذا المستوى هذا. فريق الجيش الملكي فريق اتحاد طنجة فريق الاتحاد الرياضي كنتمنوا نشوفوا فرق اخرى، واللائحه كنتمنوا تكون طويله ونبقاو نشوفوا مجموعه من الاسماء في النهائيات. على عين سمير تشرك كنشكرك على مرافقتك لنا خلال هذا التحليل والتعليق، كنتمنوا لك حد سعيد وحد اوفر الموسم المقبل وحد الاتحاد الرياضي وحد سعيد ايضا لفريق النادي المكناسي، وكنتمنوا ليه الثبات الى الشفاء والعوده قريبا للميادين. شكرا لك سمير. شكرا. الشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا على حسن الاصغاء والمتابعه، لكم تحيات الطاقم التقني والصحفي الذي سهر على انجاح هذه الحلقه، وتحيات الوحده التقنيه رقم 10 التي سهرت على هذا النقل اكيد، وسهام كليم تحييكم الى فرصه مقبله بحول الله، الى اللقاء.